اشتكش ولا مشرب ولا مشرب اللي ده مفسح جماعي وعشرة يابا على عشرة سياسي كوميدي اجتماعي تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري. الخطوط الجوية النيجيرية ترحب بكم وتتمنى لكم رحلة سعيدة هادئة. الرجاء ربط الأحزمة وإغلاق الهواتف المفتوحة. يا جدعان ايش على مصاد دي والطيار ده بيعمل ايه؟ يلا يابا يابا الحقيني يابا انا هموت كده ولا هتقتل ولا حرام عليكم الحقونا يا جدعان. لا 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 يا راجل انت في كده في كده يا جماعه ارجوكم اهدوا اهدوا بقى مش عايزين اي توتر لو سمحتم كله مكانه دلوقتي عايزين كلنا نبقى كلنا بنفكر في حاجه واحده هفاني هفاني الحقونا يا جماعه الطياره بتقع الحقونا يا جماعه اهدوا ارجوكم محدش يقف لو سمحتم كلكم اهدوا ده منظر هبوط ده طيار سيطرة يعمل هبوط كده هبوط ايه يا استاذ الطياره وقعت دم دم دودودم وقعت دم دم دودودم يعني ده مش مطار نيجيريا مطار نيجيريا ايه احنا في المطار حتى هتلاقي السوق الحر على ايدك الشمال ورا الموزه انت بتقول ايه يا جدع انت اقول لك ايه هفني 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 ايه يا جدع انت انت بتقول ايه يا جدع انت ايه انت كويس انا كويس الحمد لله عز حبيبتي خطيبتي ايديك عينيك رجليك كل حاجه في مكانها لا مش لاقي فرده الجزمه بتاعتي ايه يعني اللي حصل ما في حاجات كتير ضاعت الراجل ده راح له شنطه وانا كاب وانت جزمه ايه مالك يا جماعه هفني هفني هنعيش اللحظه يعني احنا كنا هنموت ايوه كنا هنموت كنا هنموت ايوه بس ربنا ستر ايوه بس كنا هنموت الحمد لله انا لازم ارفع قضيه على الشركه الزفت دي ولازم كل واحد فينا ياخد تعويض والله عندك حق يا بطل سلام عليكم يا جماعه ايه ده بقى احنا كده ده احنا اشباح ولا ايه احنا متنا كده احنا كده بقى رحنا في تيس قضيه دي يا امه اللي عايزه ترفعها مش لما نرجع بيوتنا سالمين غانمين ما ينفعش انك تسيب حقك يا استاذ في قوانين ومواثيق دوليه بتدينا الحق في المطالبه بالتعويض ما ينفعش انك تتنازل عن حقك خالص كمواطن على فكره والناس بقى اللي وقعت من الطياره زي صوابع المحشي دي ما جاتش في دماغك رد على زي ما بكلمك يا لهوي على المتعه ايه ده ايه الزحليقه دي ده جامده قوي انا اول مره اجربها بس اتبسطت جدا والله ايه ده بس الراجل بتاع بيت الرعب اللي هنا ايده تقيله قوي الصراحه بتاع السندبات حنين كده يزغزغك ويضربك ايه يا عم في ايه ده انتهطل في مخك بقى ليه يا عم ما انا شاورت لك عند الشلالات في ايه شاورت ايه انت فاكر نفسك في دريم بارك ده احنا واقعين من طياره ايه ده يعني احنا عملنا حادثه ده فقط الذاكره امال الواد ابني قال لي ان الموتوسيكلات والعربيات هم اللي بيعملوا حادثه والطيارات عمرها ما تعمل حادثه بقول لك ايه يا انسه معلش في حاجه جوه عليها امارات الصلاح كده قاعده في الطياره عماله خشي اقتليها وريحينا يا عرباوي يا عرباوي انت فين يا عم عرباوي ايه يا طلبه في ايه يا عم سبتني في السيمولاتور وفلقت مني كده
انا كنت فاكر زيك بس طلعت حادثه. حادثه؟ يعني الشقلطه دي كلها طلعت حادثه؟ والله تخيل المتعه دي كلها طلعت حادثه في الاخر. سبحان الله، والله دي حاجه حلوه قوي. بس مش حاسك انا كده، مش انت عربا ولا انا اعرفه. مفيش من الخضه بس. لا لا مش انت. والله من الخضه. طب عرباوي. لا 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 عرباوي. اوبا. لا 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 لا. اهو يا عم، ما انا زي الفل اهو. عرباوي ده اللي انا اعرفه. واحده واحده يا تيتا، واحده 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 واحده. انتوا مسندني ليه؟ مسندني ده انا ندوبهم ثلاثه. اوعى يقف. طب تعالي تعالي. اوعى. ما تخافيش. قول لي، هو احنا وصلنا ليبيا؟ ليبيا ايه يا حاجه؟ احنا كنا رايحين نيجيريا. صح. اوعي. طب يا بنتي كذب. طب انا عايز اعرف، احنا وصلنا نيجيريا البلد ولا نيجيريا المحطه؟ نيجيريا المحطه ايه؟ لا احنا في نيجيريا الخيمه. بجد؟ يا حاجه اتبطي بقى وما اسمعش صوتك. انت بتزعق لي يا ابن حنفي. حنفي؟ انت تعرفي ماما منين؟ ايه؟ انت على كده تعرفي بابا؟ ابوك مين يا؟ الحاج سوريا. لا معرفوش. يا حاجة الطيارة رشقت. أيوة أنا سعيد، سعيد جدا بجد، أول مرة أجرب الرشق. الحمد لله. ما تقلقيش يا حاجة، هنظبطها هنظبطها. أنا مش قلقانة، بس قولي إحنا فين دلوقتي؟ أقول لها إيه دي بقى؟ أقول لها إيه؟ بص يا حاجة، إحنا في جمصة. بجد؟ تنزلي معايا المية ولا تقعدي هنا على الشط؟ لا أجيب لي سنار. ما تجننيش بقى يا حاجة بقى، حرام عليكي بقى. لو سمحت بقول لحضرتك إيه؟ تعالي بسرعه اخلصي. نعم. حضرتك المضيفه؟ ايوه. طب ممكن عصير برتقال؟ عصير يا استاذ في اللي احنا فيه ده. ايه يا اما في ايه؟ اجيب من اي كشك هنا بفلوسي واجيب 4 فرط كمان؟ ايه يا عم؟ ايه ده 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 انت بتكلمي راجل قدامي؟ اسمعي يا هانم، انت مخطوبه الراجل وكلمته تمشي عليكي زي الساعه. بس زي الساعه، لا بتقدم ولا بتاخر. هفاني هفاني يا حبيبتي. وبعدين لو سمحت. هو انت يا جدع انت مبسوط كده ليه؟ بس انا بغير. مين قالك؟ بتغير ايه يا جدع انت؟ انت مش دريان بحجم المصيبه اللي احنا فيها؟ هفني هفني يا جدع. هفني ايه؟ الطيار بيعمل كل ده ايه جوه؟ هو بيحاول يبعت استغاثه، بس تقريبا الجهاز معصلك معاه شويه. جهاز ايه ده؟ جهاز الارسال. ربنا يستر. يا رب يا رب. ايه ده؟ طب افرض بقى الجهاز ما اشتغلش يا حلوين، ده يبقى نهار اسود، يبقى نهار كوبيا، هنفضل طول عمرنا عايشين هنا. لا 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 مفيش الكلام ده، هنفضل عايشين هنا ايه؟ انت ما اتفرجتش على مسلسل لوست؟ هيلاقونا في اخر حلقه. يا جدع انت بتقول ايه يا جدع انت؟ احنا مش فايقين لك. يا رب. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ يا هبال خد فشار. انت بتعمل ايه؟ بشوف شبكه. شبكه ايه وانت؟ ده احنا في غابه، هتلاقي شبكه محمول؟ ده انت كبرك تلاقي الشبكه اللي بيقفشوا بقى النسانيس. ايه؟ هو انت بتكلم مين يا باشمهندس؟ بكلم الشيخ بتاعي. ايه ده؟ هو انت من الجماعه اياهم؟ انا مش منهم بس بحترمهم. والله انا ما عارف ايه الفقر اللي الواحد فيه ده. انا سافرت كتير قوي، وسافرت الصين، يوم ما انوى اسافر افريقيا الطياره تطلع صيني وتقع، دي حاجه هم والله. ايه ده؟ وايه اللي جابك نيجيريا يا باشمهندس؟ انا جيت يا عم، اصل انا بتاجر في فوانيس رمضان وشماريخ شعبان والكلاب اللي بتعمل كده. بجد؟ والله. لا خطيبتي. ايه؟ خلاص يا عم. في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ده تاجر فوانيس حضرتك؟ ايوه. لا نتشارك بقى. ماشي نتشارك. انت بتشتغل في ايه؟ انا رجل اعمال. والله؟ وشغلك بقى في ايه؟ في اعمال بقى اللي هي الدجل والشعوذه والحاجات دي. انا الرجل بتاعها. دجال يعني؟ بعمل بقى سعادتك. ايه بقى سعادتك؟ بعمل اللي هي الحجبه. الحجبه دي؟ لا دي بالفتله دي. بعمل بقى اللي هي الحجابه دي واللي هي والخمسه بقى الكفوف والخرزه الزرقاء والصنادل الصغيره والبسكويت بالملح. لا نتشارك. نتشارك. فرصه سعيده جدا. انا اسعد حبيبي. طب وايه اللي جابك هنا يا باشمهندس؟ انا يا سيدي فاض عندي في المخزن كده شويه سبح وسجاجيد صلاه، قلت اجي ابيعهم للمسلمين اللي هنا. يعني انت تاجر كوليشن كان يعني؟ بالظبط كده. وانت؟ انا بهايم. قصدك بهيم؟ ايه؟ لا انا جيت نيجيريا هنا عشان سمعت ان البهايم كتير قوي. بسم الله ما شاء الله. نعم. انا اقصد مش انت بتتاجر في الكلاب اللي بتعمل كده؟ انا بتاجر في البهايم اللي بتعمل كده. ده شغلي بقى. بصوا بقى يا جماعه، انا احب اعرفكم بنفسي. مروه الشايب، ناشطه سياسيه ومجتمعيه. الوضع اللي احنا فيه ده
كده بيدفعنا دفع لعمل وقفة احتجاجية للتأثير على الحكومة في حل مشكلة الطيران اللي أصبحت في أسوأ حالتها. أنا معاكي على فكرة. وأنا معاكوا جدا في الموضوع ده، وبقترح اقتراح، ولما أقولها في كلمة اقتراح لو بيتضايق حد يعني، إحنا نعمل الوقفة دي قدام بيت الزواحف. زواحف إيه؟ زواحف النينجا. ولو الزواحف هتتضايق نعمل الوقفة دي بقى قدام بيت الأسد. ونقعد نقول له بأمك ما تقولش لا، وأبوك ما يقولش لا، ونقعد نشلشل ونشتم ونبهدله. يوم يطلع لنا الأسد بقى. لا 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 لا، ما يطلع لناش الأسد، تطلع لنا مرات الأسد. إيه ده؟ تفتكر دي هتطلع؟ لا لا لا، دي سهل التعامل معاها جدا، ما تقلقش حضرتك. ده عسل يا راجل. لا 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 لا. لا إيه ده بتتريق؟ في إيه؟ ما إحنا واقعين في غابة، في إيه يا ماما؟ هفن يا إخواني، هفن. ايه ده؟ هو التلفزيون ضرب؟ يا حاجه معلش، مش هتعرفي تتفرجي على كاظم النهارده معلش. ايه يا جماعه في ايه؟ هنكمل حفلتنا عادي، قنبله وانفجرت. الحفله تبوظ؟ لا. طيب امال ايه؟ شغل الدي جي يا عبده. رجلك والجهاز، اوعى رجلك والجهاز، رجلك والجهاز. رجلك والجهاز. ها، ايه الاخبار يا كابتن؟ ايه الاخبار يا معلم؟ مية مية، شفت الطياره وهي بتقع؟ يا نهار اسوح، يا ريت كان معايا كاميرا فيديو. يا نهار اسوح. بعت رساله يا كابتن. رساله مين؟ رساله مين؟ انا بس عايز ايديكم معايا يا جماعه والنبي. ها، هنزق الطياره زقه، اقوم انا جايب الثاني وانتش اول ما انتوا تزقوا. يلا يلا بينا، يلا بينا. يلا هوب، يلا هوب. بتزقوا ايه؟ بتزقوا في ايه؟ دي اوتوماتيك يا جماعه، ما بتزقش. وبعدين لو زقيته هنطلع نكمل بيها زق لفوق ازاي؟ اي هبل يا عم، مش انت اللي قلت زقه؟ واي حد يقول لك اي حاجه تصدقها يا كابتن. انت كنت معانا على الطياره؟ ايوه. ما شاء الله، عمر ما شفتك. ايه المناظر دي؟ اتفضل الجهاز اهو. ايه ده؟ الجهاز ده شغال؟ اتفضل اتفضل يا معلم، جرب جرب. اتفضل قول الو. بس اوعى يكون بيكهرب. لا ما بيكهربش، ما تقلقش. هو انتوا مش الكاميرا الخفيه؟ يعني جايبينك وموقعينك بطياره في الغابه عشان نقول لك رامز جلال يعني؟ لا خلاص ماشي، حاضر. يلا قول الو. الو الو الو. قال لك حاجه؟ لا ما قالش، بس هيرد ان شاء الله. قول الو. الو. قول له يا ريت يبعت لنا 10 بيضات وتمن بسطرمه. بيقول لك ابعت 10 بيضات وتمن بسطرمه. وقول للواد مشمش يركن في الموقف. بيقول لك مشمش ايه؟ ايه مشمش دي؟ هات هات، انت مش مصدقنا اصلي. واد يا حماده. نعم. ادام بتكلمه قول له ما انساش ازازه الدواء بتاعتي. ازازة الدواء. حاضر يا حاجة، حاضر. الو. مشمش. بقول لك ايه، الطيارة عملتها معايا يا معلم. ايوه يا معلم. انت فين؟ على الدائري؟ طب شوف لي كهربائي وتعالى. تقريبا وش سلندا. احنا في الغابة، بص عند ورق الحائط. ماشي ماشي، يلا سلامة مشمش. سلام. ايه ده؟ انت بتتريق علينا يا عم انت؟ يا عم الجهاز باظ، زي الطيارة ما بقت نملية، الجهاز باظ. يا شيخ الجهاز ده اللي فرقع من شوية. هو اللي فرقع. الله، يعني انت بتشتغلنا بقى؟ بشتغلكوا. عايز حاجة ولا ايه؟ طب يا عم عايز معاه مسدس، والمسدس ده طلقة في دماغ أي واحد فيكم. لا تفكرني ايه؟ انا تعليم عالي بس التربيه واطيه. ايه يا عم انت، طيار ولا معلم؟ معلم يا معلم، وعايز تتعلم تعالى اعلمك. احنا هنا كلنا في مركب واحده، وبعدين انا متعلم السواقه وزي الفل اهو، الكتاب معايا اهو، كيف تقود الطياره في 3 ايام. انتوا حظكم الاسود جيتوا ركبتوا معاه بعد يوم. لو صبرت يومين كمان، لو صبرت يومين كمان اتفرج بقى على اللي كنت اعمله معاك. كنت ممكن اوقعكوا في اسبانيا، في ايطاليا، في اي حته يعني. يا عم هو انت اشتغلت طيار اصلا قبل كده؟ انا طول عمري شغال طيار، انا بديها من الصفر. انا شغال طيار من وانا عيل صغير، اشتغلت طيار في ماكدونالدز، واشتغلت في بيتزا هات، لفيت يا معلم. وانا طيار كده بالساهل؟ احنا اسفين سعادتك، اتفضل اقعد، احنا شويه كلاب. احنا بنفضفض معاك بس بكلمتين عادي يعني. اهدى لو سمحت يا استاذ. وبعدين حضرتك اكيد عارف ان حمل السلاح بالنسبه للمدنيين محظور. الكلام ده بقى تقوليه هناك في حقوق الانسان حضرتك، لكن انا هنا في وسط غابه وفي وسط وحوش، لازم يبقى معايا سلاح. اي حد هيتكلم الطلقه تبقى في دماغه. انت تعرفي تسوقي؟ لا. انا تسوقي.
عشان تبقى فاهمه يعني يا كابتن. ايه اللي حصل بالظبط في الجو؟ اللي حصل يا معلم، انا ماشي لا بيا ولا عليا وسائق الطياره وسجارتين والبت دي جبال شويه شاي و100 100 وبسمع ام كلثوم، لقيت لك بقى ايه سواق طياره ثانيه جاي عكس ابن اللذينه وقعد يقلب لي العالي، جنني. رحت انا محوك كده الطياره عومت معايا، كنت هطلع على الرصيف ده. الحمد لله ربنا ساتر. لا الحمد لله. وبعدين احمدوا ربنا ما فيش واحد فيكم اتعور ولا حد مات، احمدوا ربنا. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا فين. احنا فين؟ احنا في الغابات، واضح اهو يعني احنا في الغابات. وبعدين انتوا بالنسبه للاكل والشرب ما تقلقوش يعني. غابات يا كابتن، احنا فين؟ ايه اللي احنا فين؟ ما واضح يا ابني، احنا فين ايه؟ هي ايه المنطقه، ايه المكان؟ على حسب الاشجار اللي انا شايفها دي يعني، يبقى احنا في حي الاشجار. ايه ده، انت بعد كل ده جايبنا في اكتوبر وانت ما تعرفش ان احنا في اكتوبر ولا ايه؟ ده الناس كلها عارفه ان احنا في اكتوبر، انت عبيط ياد ولا ايه؟ المهم بقى بالنسبة للأكل والشرب يعني، هنا زي ما انتوا شايفين اهو، ما دام في أشجار يبقى في مية، وما دام في مية وفي أشجار يبقى في فواكه، ممكن تلاقي مانجا وتلاقي كانتالوب وتلاقي كيوي وتلاقي أناناس، هتلاقي كل اللي انت عايزه. ايه ده يعني ممكن أعمل فخفخينة؟ ده انت ده طالع رحلة. أيوة يا سيدي اعمل فخفخينة براحتك، بس زي ما في أكل وشرب في برضه حيوانات مفترسة، خلي بالكوا. الله، انت بتحب الحيوانات المفترسه؟ جاي يمكن ياكلني. انت مش فاهم. ايه الطياره الغريبه دي؟ كرايه يا واد، انت مسود عيشتنا كده ليه؟ ما تقول حاجه عدله زي اللي اسمه ايه ده، ولا خلي عندك بتعمل بتاع ده، ولا اقول حاجه من الحاجات ده. هي مين الانسه؟ وربنا ما عرفها. دي تقريبا الحادثه اثرت عليها يا كابتن. سيبيه، حادثه اثرت عليها. سيبيه، انا عارفه ابن ماتيلدا دايما عامل لي كده فيها بتاع بطاطا. بتاع بطاطا دي شتيمه يعني ولا ايه؟ استهبط. خش في عب. واقول لك روح ثلاث ايام واندهلهم بس، ودين يوم الثلاث لوريلك بس، هم يجوا بس يجوا. الوليه دي مين دي؟ انت لسه هتقعد ترغي؟ سيب لي المفتاح هنا ما تتكلمش يابا، عشان عايز انام. يلا امشي. حاضر اسيبهولك. حاضر يا كابتن. الوضع اللي احنا فيه ايه؟ الوضع ان احنا هنستنى نشوف اي حد بقى يعدي علينا، يشوفونا ان احنا تايهين هنا، ياخدونا يوصلونا، بس نحاول نحمي نفسنا يعني. ايه؟ يعني هنبات هنا؟ نبات هنا؟ دي غابة، عارف يعني ايه غابة؟ فيها حوالي اكتر من 35 نوع حيوان مفترس. ده نوع منهم، خلي بالكم منه ده. ومش اقل من 200 نوع من الزواحف الضارة. شد السيفون تقريبا. اما عن الحشرات اللاذغه ففي مش اقل من 5000 حشره. 5000 حشره؟ انا في حشره دخلت في قفايا. بقوا 4999 الحمد لله. حاول تنقيهم بقى يا معلم. طب في الدب اللي بيلعب بالكور ده؟ والله انت جاي فن فعلا يعني. والله العظيم حرام عليك، وحرام عليك انت، والنفس اللي بتتنفسه ده خساره فيك. بقول لك ايه، انا مسدس معايا، اي حد هيلابط انتوا حرين، كلكم هتلموا عليا ولا ايه؟ ها عايزين حاجه ولا ايه؟ بص يا كابتن، احنا ممكن نلم بعضنا كلنا ونبات جوه في الطياره. اتفضل الكل يخش على الطياره. ده حق من حقوق الستات، الستات هم اللي هيناموا جوه، وانتوا شوفوا لكم اي حته تانية تناموا فيها. لا عشان لبسنا معفن وشكلنا معفن نقوم نبات على الرصيف؟ لا ما تقولش عن نفسك كده يا معلم، انت من حقك انك انت تبات في الطياره زيك زيها بالظبط، ما هم الناس دول بتوع الكلام وخلاص، ما هم اللي خربوا الدنيا يا عم الحاج. لولا اللبط بتاعه وكل شويه عماله بتزن وعامله قلق في الطياره ما كناش وقعنا، انا كنت ماشي ومركز يا سيدي. ده ايه دي يعني؟ هما كده بتوع حقوق الانسان كده. لا لو هي حقوق انسان انا حقوق عين شمس على فكره. في ايه مالك؟ وبعدين انت ما تتكلمش خالص. انا مخنوق منك ايه؟ ده
ايه؟ لو شكك هاكل لحمك. انت بتقلب لبقر على طول ليه كده؟ لا مغلول، مغلول هنا خي. انت كده مغلول؟ انت كده مهبول. لو شكك هاكلك بسنانك. يا عم تاكل مين بسنانك يا عم؟ لا بقول لك ايه، فتح معايا بقول لك. يلا يا جماعه كل يخش على الطياره، كل يخش على الطياره. يلا اتكل على الله. على ركاب الطائره رحله رقم 1313 التوجه الى الطائره، ونبي اخوانا حد يجي ياخد الست الكبيره دي يدخلها لنا جوه. يلا 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 طبعا يلا 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 ثلاثة يلا ده اربع ليات يلا ليات يلا يا سلام يلا تين يلا 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 يلا. بقول لك ايه يا بقلص؟ ايه يا حاج؟ هو في ست كبيره هنا؟ بس اتحرقت يا حاجة الحمد لله. طب والنبي خلي بالك منها، دي زي امك. حاضر يا حاجة ان شاء الله. وبعدين قول لي، هو احنا وصلنا السعودية؟ يا حاجة احنا في جدة دلوقتي، واللهم بلغنا دبي ان شاء الله. طب والنبي وديني القلعه. ما هي لبست يا حاجة والله. وبعدين انا عارفاك بقى، تسيبني في الميكروباص وهو مولع. ما انا كنت بعمل سبعات بالموتوسيكل ساعات. معلش بقولك ايه يا ام؟ ايه؟ هو انت بتسفي ايه؟ عايز افهم بس. معلش شوفها بتسفي ايه وبعت لنا. حاضر ماشي يلا معاهم. يلا يا كابتن. لا انا مش هينفع دلوقتي ادخل الطياره، هم عرفوا ان انا معايا مسدس، ممكن يغفلوني في اي وقت وياخدوا المسدس، الله اعلم ممكن يعملوا بيه ايه. عشان كده انتوا هتبقوا معاهم جوه وانا هروح ابيت في اي حته. تبات في حته تانيه فين بس يا كابتن؟ حشره عضك او اسد يقرصك؟ اسد اللي يقرص إيه؟ انت لسه جاي جديد الدنيا ولا ايه؟ هنعمل ايه من غيرك يعني؟ ما تعملش اي حاجه، انا هشوف اي فرع شجره، هشوف كهف هداره، يعني هظبط نفسي انا. اتكلوا انتوا على الله. واقفلوا باب الطياره من جوه كويس، ما تفتحوش لاي حد يخبط. حاضر. اي حد يجي يخبط عليكم قولوا لهم قولوا له بابا مش هنا. حاضر. يلا يلا قدامي. يلا قدامي. بتقوي لي عضله البنج البت. ارفضك يا اوعدك ولا ايه تاني مش حاسه. ايه ده؟ ده انت جميله قوي. ايه ده؟ ولا طالبه انت مش تخش تنام ولا ايه؟ لا يا عم مش هدخل انا، ما انا هتمشى شويه اشوف الدنيا فيها ايه. انت ما بتنامش يا طالبه، انت بتسف ترامادول ولا ايه؟ يا عم مالكش دعوه بيا، انا هقعد في الهوا شويه. طيب طالما هتقعد بقى يا سيدي انا هسيب لك المدام هنا. مدام؟ هي دي مراتك؟ دي مرات. والنبي خلاها في عينيه. نافع ايه؟ بخاف عليها قوي بس هي بتحب تنام بره. ماشي يلا سلام عليك. سلام سلام اخويا، مجنون يا ابن المجانين. طب انت بتضحك على ايه بقى؟ انت راخر في المصيبه اللي احنا فيها دي. يا عم تضحك على ايه؟ اصل انا كنت ماشي في الغابه كنت جعان جدا، لقيت شجره مليانه خيار، كلت خياره مش عارف ايه اللي حصل لي. يعني كل الضحك ده من الخيار؟ على كده لو كلت طماطميه هيغمى عليك. هات يا عم هات، ما تقرفناش، هات ناكل والله جعانين. ده انتوا حاجه هم في مصيبه وانت ماشي عمال تضحك، حاجه زفت والله. يا ابني الطياره وقعت. ايوه انا عارف انها وقعت. انت عارف ان الطياره وقعت؟ وقعت. على فكره بقى هي ما وقعتش. امال ايه؟ ده هي بتمون وهنطلع على طول. ده العجل فسه فسه. بقول لك الخيار ده حلو قوي، ما تلف لنا خيارتين. وده يفولك في ايه؟ في ورق عنب؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي اكرم. وانت؟ اسمي صفيناز. زلزال زلزال عايز الخيال زلزال. Oh.
ده ايه ده؟ حد سمع صوت بره؟ انا بيتهيألي ان في حد. يا جدعان ربنا يستر والله، ما الراجل قال لكم 20 نوع حيوان مفترس على 5000 نوع حشره، يعني هتلاقي اللي شي بيعض وشي بيخض وشي بينط، هتلاقي اي اخ من دول ولا حاجه معدي، ربنا يستر. مفيش حاجه يا جماعه، هاف فاني هاف فاني. هون شون حد معاه شاهن سامسونج؟ احتفالهم. بلغت وزعيماتي مام مام بابا يوم فني جميل. سكر حلوة الدنيا السكر، سكر حلوة الدنيا السكر. صباح الخير. صباح الخير يا عنزة. وحشتيني يا حبيبتي، عاملة ايه؟ بص بقى النهاردة عينك تيجي كده ولا كده هحولهم لك. هتيجي على ايه، غزالة ولا قردة؟ ما رشقنا في الصحراء واللي كان كان. يا سلام، نسيت صور هيفا اللي ملزعة في كل حتة في اوضتك. هيفا؟ انا برضو بتاع هيفا يا حبيبتي، وفي اهيف منك. يلا بقى ركزي معايا كده، نروح نجيب فطار عشان الناس الغلابة اللي جوه دي. يلا بقى. خد خد تعالى هنا. ايه؟ انت هتعودهم على الدلع ده من دلوقتي ولا ايه؟ دلع ايه عزة، ده شغلنا. لا طبعا، الناس دول ضايعين زينا زيهم بالظبط، كلنا هنا في موقف واحد، يعني كل واحد لازم يعمل اللي عليه، وكلهم لازم يشتركوا في العيشة اللي اتكتبت علينا هنا دي. يا عزة يا عزة، ده شغلنا، احنا زي قبطان السفينة، أول واحد بينط من السفينة بغبائه. ماشي يا بسام، هاجي معاك بس بقول عزة قالت. أيوه هنقول عزة قالت، هنقول كلنا إن شاء الله. غريبة قوي البت دي، أنا مش عارف أنا خطبتها ليه أصلاً. ولا أنا عايز آخد وقفة في الموضوع ده. إيه ده؟ يا عم انت بتزق ليه؟ ايه ده انت ايه؟ انت اللي مين؟ انا بسام. ايه ده، امال فين الكابتن ماجد؟ لا عضيته السلعوة، انت عبيط؟ عبيط انت بتشتمني؟ طب يا هبال خد خيار. انت عبيط يا عم، انت كنت مش بتضحك من شوية، انت بضحك البكي. بس يا عم سيبني اكرم صاحبي هيروح مني والله. ماله اكرم ده حبيبي. بص يا عم، احنا كنا ماشيين في الحديقة دي امبارح، لقينا ايه بقى؟ شجرة مليانة خيار على عينها، كلنا خيار ببساطنا وعملنا دماغ، هو بقى الطافس كل قتاية قد كده، جاله اوفر دوس. لا حول ولا قوة الا بالله، ادمن الخيار. اه تبا للمخللات. حبيبي اكرم. طلبة. انت فين يا اكرم؟ طلبة. انت فين؟ الحقني يا طلبة، مش قادر، الخيار بياكل في جسمي، مش قادر انا خلاص، مش قادر. شوفني معاك اي خيار يا طلبة. قلت لك الخيار بيزن. اسكت بقى يا اخي، هتلاقي اي خيار معاك، خلصت الخيار كله. مفيش خيار. شوفني اي حاجة ان شاء الله، حزبة بقدونس اي حاجة، مش قادر انا خلاص، قربت اشم بصل. هات ايدك. خد اخر حاجة كنت اتخيلها، الند بايدي لصاحب الخيار، بس اعمل ايه، ما قداميش خيار تاني. مين؟ انا. يخرب بيتك. ايه ده، في ايه؟ سايبين الطياره وخارجين بره ليه؟ بوليس ارمي خيار. الخيار ده بتاع مين؟ لا الخيار ده طلع لوحده هنا يا باشا. طلع لوحده؟ وريني. خد يا باشا. جبتوا الخيار ده منين؟ يا عم احنا مش معانا خيار. اه مش مع، ايوه جبتوه منين يعني؟ اه احنا لقيناه هنا في الشجره دي. انت اكلت خيار؟ ما تاكلش انت خيار. ليه؟ انت الطيار ما تاكلش خيار. الطيار ما ياكلش خيار. ايوه الطيار ما ياكلش خيار. الطيار ما ياكلش. وانا شايفك حمار. ابتدى يشتغل اهو الخيار. ايوه ما تاكلش بقى من القعر بقى عشان ده تقيل قوي. اللي تحت الحته الاخيره دي. يا عم خش يلا، خش يلا طيارة، يلا خش طيارة، خش طيارة. الطيار ما ياكلش خيار. صباح الخير يا كابتن. ها نمت كويس؟ تمام الحمد لله، نمت نومه جامده جدا، كان في كهف هنا اهو ورا كده اهو، رحت الكهف نمت وغطيت الباب كله، قفلت كله بالحجاره عشان الصراصير، الصراصير قلقتني طول الليل. امال انت جاي من هنا ليه يا كابتن؟
لا مفيش، ما انا نزلت من هنا ورحت على هنا وجيت من هنا كده. ايوه كنت بتعمل ايه يعني؟ يعني موضوع كده، عملت موضوع كده وجيت على اللي هو ايه يعني؟ انت مصره يعني عملت حاجه؟ يعني عملت حاجه وجيت كده ما بلاش قرف بقى، عملت حاجه وجيت اكل يعني؟ اه بعد الاكل يعني. سيبك منها، انتوا رايحين فين دلوقتي؟ سيبك منها يا كابتن دي خلاص. انتوا رايحين فين؟ احنا رايحين في، قالت لي تعالى هنا ورا الشجره وزامت عليا. هتروح ورا الشجره؟ هي اللي قالت. انا لسه جاي من هناك، يلا روح هنا. بس هتروحوا مع بعض ولا ايه؟ ايوه هنروح مع بعض. لا احنا رايحين نجيب اكل مش حاجه ثانيه. اما شاتوا لي بيض بالبسطرمه يلا. عينيا يا كابتن، يلا ورايا بقى بسرعه بقى، يلا بقى بسرعه بقى. يا روما ايه ده يا ساتر يا رب، دي اسوأ ليله قضيتها في حياتي. المعلم بتاع المواشي ده ما بيبطلش تشخيص، ده انا يا دوب نمت كده على الفجر من صوته. يا سلام، من حقه، من حق كل انسان ان هو يعبر عن رايه بالطريقه اللي هو عايزها، ولا مش دي اللي انتوا بتتكلموا فيه طول الوقت ولا ايه؟ من حقه يشخر زي ما هو عايز. انت بتتريق؟ لا ما تعتبريش بتريق، اعتبريني بذاكر يا ستي. يعني انت تبقى عامل المصيبه وما ناخدش منك غير تريقه؟ مصيبه ايه؟ ما الحمد لله الطياره وقعت سليمه وكلكم سلام. عايز ايه؟ ايه ده؟ ده حيوان غريب، خلي بالك. ده حيوان عمر ما سمعته قبل كده. ده بيوجه اسئله. انا المفروض ارد اقول ايه يعني؟ ايوه تحت امرك، اهلا وسهلا، ازيك يا معلم؟ ازيك ابو الكباتن، عامل ايه؟ نمت كويس؟ الحمد لله نمت نومه زي الفل، بس جيت ساعه الفجر كده ورحت قايم. اه قمت تصلي الفجر طبعا. لا للاسف معلش، الفجر فاتني معلش بقى. معلش وانا مال؟ اه بس الانسه دي بسم الله ما شاء الله هي اللي قومتني. هي اللي قومتك؟ اه عندها جيوب انفيه، مش جيوب انفيه دي بناطيل انفيه. بسم الله ما شاء الله، صوت دولبي ديجيتال نقي جاب اخر الغابه بسم الله ما شاء الله. يعني كان بتشخر؟ اه بتشخر يليه وي، ده كانت خرباها. ايه ده انا ما اسمحلكش على فكره. اسمحليش ايه؟ بقول لك ايه، سيدي هاتك عندي يا بنت. في ايه ده غير بقى الرفس والتشليت والزغاريت والشرفات؟ وكتبنا الكتاب الحمد لله في نادي نقابه المهندسين وجينا على طول. يعني عفوا انا بنشخر طول الليل؟ امال بس عامله لي فيها الرقيقه وبتاع. احترم نفسك يا راجل، انت وانا كنت نايمه جنبك وانت بتقولي قدامي جنبي يا بنت، انت مجنونه. اه اه خلاص 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 يا جماعه، صلوا على النبي صلوا على النبي. وايه اهدوا اهدى يا معلم معلش. ايه ده مش ممكن؟ ابو الكباتن طبعا مش ممكن طبعا. ايه ده يا مالها في ايه؟ انا مجنونه البنت باين. انا الصراحه كنت عايز هنا اهو كده ورا الشجر. لا انت مش فاهمنا، بس انا عندي مشاكل. ايوه انا بقول لك هنا اهو ورا الشجر، بس لو وقفت دقيقتين كمان هتقعد تتدلع لغايه ما تزروت الدنيا. بقول لك ورا الشجر. مش حاضر. يوه حاجه غريبه جدا، انتوا عمالين تلففوني من الصبح. يلا تقعدوني. تعال تعال يا حاج. لا انا مش شايفه. ما تترزعي في اي حته يا وليه، واحنا في السيما. طولة لسانك وقلة أدبك دي اللي هتوديك في داهية. بقول لك هو أنت عرفت القذافي؟ أنت بتقولي أي كلام من الصبح ليه؟ يد ده أنت هتروح جهنم والله. تعالى يا قاضي يا سعيد أقول لك. إيه ده؟ إيه ده بتقولي أنا سعيد؟ وأنا أسعد. أنا مش فاهمة، مش أنتوا خلفة عنايات؟ إزاي مش عارفين بعض؟ عنايات مين يا حاجة؟ طب أنتوا دلوقتي أنتوا مش في المدرسة ليه؟ مدرسة؟ احنا اصلا في المدرسة. المدرسة اصلا. يلا قطتي صغيرة واسمها نميرة، الواحد واقف مظبوط والاثنين بتبص عليه والتلاتة تلات سنات والاربعة اتنين واتنين. هات القرش. خد انت قرش وهو قرش، بس ما تشربوش سجاير وما تلعبوش في الشارع. خلاص هات السندوتشات. طيب اعملك سندوتشات جبنة بالخيار. على فكره الولاية دي مش عامله دماغ خيار. لا عامله دماغ ايه دي؟ دي دماغ لفت عليها وعلى دماغها. يا جماعه يا جماعه. ايه ايه يا عم؟ انا لقيت السهم ده. ايه ده السهم؟ وريني. الله ده حلو. لقيته فين؟ لقيته في الشجره اللي هنا. في الشجره دي؟ ايوه. يبقى دي شجره سهام. لا دي شجره سعاد. ايه ده؟
هنقضيها هزار ولا ايه؟ بقول لكم السهم لقيته مرشوق في الشجره، عارفين يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني السهم ده كان مرشوق في الشجره. ايوه يعني ما احنا فهمنا يعني. مش فاهمين؟ لا السهم ده. يا كابتن الحان يا كابتن. يجروا وراكوا؟ ايه ده؟ ايوه الحقني. ايه ده؟ ده هو. ايوه هو. استنى كده تفتكر كده هعرف اتجوز. ده ملوش علاقه بالجواز يا ابني، ما تقلقش. طيب تقلقش، ما تقلقش. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله، في حته جوه لسه. دور عليها انت بقى. ها ايدك خفيفه قوي يا دكتور، يا رب يخليك. طب تفتكر كده انا هتعود على السهم ده؟ ان شاء الله هتبقى مدمن، ما تقلقش. ايوه يعني هقدر ابطل. وسع يا جدع، وسع. اوعى يا رب تقع يا معلم. يا رب في ايه؟ في ايه؟ اهدى 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 بس. في ايه جماعه؟ افارقه. ايوه. طب بص، اتكلم انت وانا هجنى. يلا ماشي. جماعه افارقه جم جري عليا، وجهوا ناحيتي سهام، وكانوا ماسكين سكاكين ودخلوا عليا دخل الدبيح. دخل الدبيحة؟ وانت عرفت ازاي؟ ما انا جزار. في ايه؟ جزار ولا دبيحة؟ لا انا جزار يا ابو الكبات. طب يلا يا جماعة كله يخش على الطيارة، واضح ان الافارقة رصدوا مكاننا. يلا كله يخش على الطيارة بسرعة بسرعة. تعالوا من هنا، تعالوا من هنا، تعالوا من هنا، من هنا. اقفوا في النص، اقفوا في النص. يعني هيكونوا عايزين ايه؟ عايزين يقتلونا وياكلونا طبعا، ما حدش يبين اي عنف عشان ما يتعاملوش معانا بعنف اكتر. ايوه ايوه، مش دول بتوع افريقيا البدائيه؟ امال يعني افريقيا الاعداديه؟ الخيار شغال. ايوه دول اكلي لحوم البشر. ايه ده؟ اكلي لحوم البشر؟ وانت قال لي اكلي لحوم البشر مش اكلي لحوم البقر، ما تقلقش. تعطي تاتي. تاتي يعني عضو. تاتي تاتي تاتي. لا دي بطاطي، انت عايز ايه؟ بطاطي يا يا يا. انت هوتو اكس شوكولا. العب الراجل ده بقى صاحب شجرة الخيار. كالبوزة لازلز. لا عرباوي احمد يا معلم. هونجا هونجا. ايه هونجا هونجا هونجا؟ سيفك، انا عربيتي ضايق. عامل لك ايه؟ هما بيقولوا ايه يا كابتن؟ نعم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه يعني؟ بينقوا الدبيحة اللي هياكلوها. يعني مش انت كابتن ومعاك مسدس؟ اقتلهم. اقتلهم ليه؟ فين حقوق الانسان؟ اقتل ناس ابرياء ليه؟ دول هياكلونا. من حقهم، من حقهم ياكلونا. هما لقوا اكل تاني وما اكلوش. بلغاتي زعيماتي. ايه ده؟ بلغتي زعيماتي. بلغتي زعيماتي؟ احتراماتي قبولاتي. بلغتي زعيماتي. ابدا. اساسي اساسي كاكا. لا كاكا اساسي كاكا. يلا انا مش مزنوق، طب اعمل ايه؟ اساسي كاكا. اساسي كاكا عاديه يعني. زعيمونك يدخلونك. هونجا كابونجا. هونجا كابونجا. كابونجا هونجا. وبحرف النون الولد ده طيب وحنون. العسل ده الولد ده العسل ده. لا 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 لا. هونجا كابونجا. ده الزعيم بتاعهم عنده تسلخات. يلا هونجا كابونجا. هاتوا الجحش ده. هنهوتو نهوت عليك ماينيز
ونحط عليه الكاتشب ونحط عليه الحاجات دي. طاجن شيكي دودو. لا فرن. مقلونج ولا مشوونج؟ مشوونج. تطلب حاجة تاني مع الأوردرونج؟ شكراً. لا بس مخلكش لحد هنا ودوه افطن. قالاتي. لا يعني قالاتي. اعملوها حواوشي. اندومي. لا دي مهلبية ومستوية. مهلبية ومستوية. كلت دماغي. مش عارفة لاغي غير ايام. طالب رضاها. عاد معاها. والنبي ياما. وبحرف النون الولد ده طيب وهنون العسل ده. ايه يا دي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولا طلبة مش دول بلاك تيما؟ والنبي يا حبيبي احتفالات اكتوبر دي هتخلص امتى؟ اقعدي والنبي ياما اقعدي ياما اقعدي بدل ما اجي انا اقتلك اقعدي. ما تقولي يا حبيبي في حد هنا بيرسم حنة؟ اخرسي يا حجون. حجون؟ لا ده انا الام المثاليه. اوه فيفي عبدون. امشي يا امشي. هي دي عجوزه. انا كنت عجوز ورجعت شباب. سنجل لابس سنجل لابس من غيره بقى وبحرف النون الولد ده طيب وهنون العسل ده الولد ده. امشي ياض كله يلعب تحت بلكونته هنرش. يلا. ايوه الله ينور عليك يا حاجه الوحيده اللي عرفت تقف لهم. شايفين اوعى حد فيكم يذبح واحد ولا واحده. ايوه اديهم الكتاكيت دي انا مربيها على الغالي. قولوا لي اقول لكم الشامورتي فين والبدره فين. الله يحرقك يا حاجه. وانا فين؟ تعالى يا حاجه تعالى انت في الجنه. في الجنة؟ طلبتها ونقلتها يا رب عقبال ما حج. انت رحت الجنة خلاص. يا روما. يا روما. اسمعوا هاترو كادارون كمالا كلابك هاجر كبشي شل كباك بكوش قتيلة كمالا كسيكا ناموني كابتولوكيا اتقل تاخد حاجة نظيفة. ايوه انا عايز اعرف ايه اللي جاي بقى حضرتك. اللي جاي ان شاء الله هم اختاروا الدبيحة يذبحوها وجايب لها قدر يحطوها فيها اللي هو المعلم ده ان شاء الله ربنا يكرمنا ناكل جميعا يعني. دبيحة ايه؟ ايه؟ انا فين؟ ايه ده انا فين؟ انتوا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت رايح افغانستان. ما هي هي كنت هتروح افغانستان يلبسوك حزام الاسد تفجر نفسك ادي جيت هنا هو هيلبسوك سيخ وتشوي نفسك عادي يعني. طب اسود ومنايل بنيله. سيخ طاووق. سيخ طاووق صح. مش انا واحده سيبونا لا سيبونا. انت في ايه فصلت ولا ايه مان؟ تقريبا. طب خد كل دي. انت بتحب افغانستان؟ انا مش بحبها بس بحترمها. خد بقى دي الموزه دي عشان تعلي. ايوه حاضر. ماشي يلا. هو في ايه بالظبط؟ هو احنا فراخ؟ بقول لك ايه اهدي ويا رب يكونوا بيحبوا الفراخ اللي هو انتوا وما يكونوش بيحبوا الديوك باذن الله يا رب باذن الله. خدي تعالي هنا تعالي. انت قلت اسمك ايه؟ مروه الشايب. مروه الشايب ده انا اكرم الكومي. احنا بقى نبقى اصحاب ومحدش يفرق ما بيننا. ونتجوز ونخلف صبيان ودمات. بتعمل ايه؟ بصنطكوا. الواد ابن المحظوظ ابو صوت رفيع الوحيد اللي ربنا انقذه من حفله الاكل دي. فظيع حظه رهيب. الله حظه زباله. الله الله الله
تعطي. طب هقول له انا لو انت زعلان. تعطي. مش تقول انه في ضيوف. ده كلام. ده احنا بيت كرم. ايه؟ تعطي. اونجي كابونج. ايه؟ اونجي كابونج. اوه عايز ابلونج مصدع والله. عساسي كتا. اقعد عشان انت اخرك سوسيس. اقعد. كالا بلا. ها. كالا بلا تاتي. كاتي بقى. كورشي هات الجهش اللي هناك حطه جوه حط عليه كاتشابون ومايونيزون ونحط بقى ملح بس مش كتير مش كتير وزبطه وخلاص امج ما تيجي انت تبخون كلات يا كارشي هات جهش يا معلم مكتوبه لك يا معلم يا جماعه انا طعمي وحش والله دقتني قبل كده ما عجبتنيش مكتوبه لك يا معلم اول واحد ايه ده ارهنج لا سلعنج دوق دوق انت دوق ايه انا دوق خش يا معلم خش عشان ادوق خش ايه وحشه لا تقريبا عمل حاجه في الميه تقريبا من الخوف يعني ما تحطوش ملح ها لا سمنونج سمنونج بلدونج برضو سمنونج بلدونج او تحدي او تحدي لدك مش هتعدي قالاتي لدك مش هتعدي قالاتي انتك مش هتعدي يا قالاتي يا قالاتي يا قالاتي يا قالاتي هذا أكل أكلي جاهز ايه يا جدعان في ايه واحنا كفره ولا ايه في ايه هتذبحونا وتسوونا انت بتقطع جزر على نفسك انت فاكر نفسك بسله ولا ايه انت ايه خلاص ده انت بيسلقوك يا ابني انت اتسلقت خلاص ايه ده انا السلق انا السلق المحفظه المحفظه فلهونج فلهونج يا كارشي كوما مالك فاكر اي تمام احتفال يلا بلا كمان كشك ما شاء الله المصري هيفضل مصري خدها رجاله لغايه ما يموت ما شاء الله خدها رجاله صباح الفل ببلاش دي ايه اتسلق المعلم ولا ايه اتسلقت انا كنت على بيحصل ايه ده؟ دي جريمة ضد الإنسانية بقول لك ايه؟ أنت بالذات اخراسي خالص، لغاية دلوقتي هي جريمة فردية، هتعملي لبط هتبقى جريمة جماعية، اهبطي كلمه يا كابتن نعم كلم الزعيم بتاعهم أكلمه أقول له إيه يعني هيفهم لغتي؟ كلمه بأي لغة بالعربي بالإنجليزي بأي حاجة صباح الفل يا زعيم كوما لاكا ماكاشا أكونا مكاتبة جود نايت كوري مو ماكاشيكا بونجور مالا ماكاشيكا جود نخ والله بحبك موت يا حمادة انا بعدك انت اموت يا حماده انا قلبي ايوه والهوى وبدوب حب حماده 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 هو اللي انا بهوى حماده هو اللي انا بهوى
تلعبش الحال. الدلع عمادة عمادة هو اللي جبته وبحرف النون الولد ده يبوع نور العسل ده الولد ده العسل ده كوموناسا يعني اعمل ايه؟ يعني كومو اله كوموناسا يعني الهه؟ دي عجبك؟ ده انا كان بنت افريقيه كانت ركبت معايا الميكروباص يعني ما كانش معاها اجره. فدتني دي. دي انا بعرف اتكلم مصري كويس. لا راجل وسيبنا استهلك اللغه بتاعتي. يا انت تتكلم مصري؟ ايوه. انت رحت مصر؟ كنت فين؟ في السيده عائشه في الليبجيه يعني. يا سلام. كنت بشحت في الشوارع هناك. انت بداتها من تحت خالص يعني. يعني لو دي هتاخدها وتسيبنا يعني ها كارش شوكة. لا دي سلسلة ألبسها أبقى روش. هونجا كابونجا هونجا كابونجا هونجا كابونجا زعيماتي فسفس أزعريتا. أنا شكلي جيت على مقاس دماغهم واضح يعني. يا هما كده شكلهم افتكروك الزعيم ما نطلق في القفص يا معلم. كلاتي كوارشي هونجا دير هونجا اطلب سونجا الضرب ما ياسر شونجا. بقول لك ايه هو قال لك ايه؟ يقول لي هات الدرع وتعالى بسرعه بس يا عم. والنبي هات درع وكيسين اريال يا معلم. والنبي انا واخد علبه بوكس واثنين هوهوس حاسبني بقى عشان امشي. انت عليك ثلاثه فرط من امبارح يا اشرف بيه. ده اشرف ده حسام اخويا انا اشرف. ايه ده بجد والله؟ لا مش هاكل يا جماعه الكلام ده يا جماعه مش هينفع كده. احنا مش فاتحينها لله. ايه ده؟ نفس البتاع اللي في السلسله؟ عشان كده دي بتاعت الزعيم بتاعهم. يا كالابالا رمام اسمعوا كارفورون مول العرب. حلو ما دام انا بقى ايه شبطت معاهم انا هلبخهم وانتوا تخلعوا. ها ايه ليه 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 كواشي مراسم ابدا تتويج. مراسم تتويج؟ لا ألف مبروك. الله يبارك فيك. يلا زيط. أزيط؟ يا هيز براحتك. اسمها هيز. زيطة. زيطة جاي من الزيطة. كله هيزيط. يلا اختار لنا حاجة حلوة ناكلها. حاجة حلوة ناكلها؟ من دول؟ طب بص مبدأ يا عم خد البتاع اللي لابخاني دي. مبدئيا ها الراجل ده انا ما بحبش السمين. يعني ايه كوليسترول وبتاع فيا ريت نفرج عنه. كوارشي وكباكه. ايه يا كمولة. لا يا باشا والنبي يا باشا. والله المكان ده ربنا فيه زبون الحمد لله. يا ابني هو انا بلدية يا ابني؟ يا باشا ده انا بنقذك ياض. يا باشا معلش يا باشا وفروا لنا اماكن الاول قبل ما تنقلونا. ان شاء الله المحافظ الجديد هيظبط لك كل حاجه. يا باشا ده بياكل خمس عيال المكان ده والله. يا عم اطلع يا عم هتستوي. انت فرحان انت مش فاهم انك بتتعذب. بص بنت ام كاسكيتا
كاسكيكا كاسكيتا كاسكنيكا كاسكريكا آه. هي دي ماشي ماشي هي دي هاتوها نسلقها ناكلها كالا بالا كاشي هات الموزة دي يا جماعة حرام عليكم تموتوا الصاروخ ليه اصبر عشان دورك جاي اصبر ها حرام عليك خليهم يسيبوني يسيبوكي ليه يسيبوكي ليه من حق من حق كل واحد ان هو يخش ياخد دوره جوه القدره حضرتك انت بتاخدي دورك دلوقتي وهم حبوا النوعيه دي من اللحمه لعلم انا ممكن اسيبك يقطعوكي ويسووكي ويعملوا اللي هم عايزينه بس احنا جدعان برضو ها ما ينفعش اسيبك خلاص سيبها يا معلم سيبها هونجا كمان سيبها احنا ناكل فاكهه وخضار بس بوليس ارمي الخيار يا عم ده مش بوليس ده بتاع الغاز ده اليو ان اليو ان اهلا وسهلا دول ركاب الطياره ايوه وانا القائد بتاع الطياره اللي وقعت بيها تمام يعني. الحمد لله ايوه يا فندم لقيناهم الحمد لله الحمد لله هبعت لك الاحداثيات حالا حاضر لو سمحت حضرتك الناس دي كانت عايزه تاكلنا من شويه ومحمد صلاح ده بهدلنا والله الناس دول يا ابني ده اللي مربيهم بايد والله بهدلونا ده كانوا هياكلوا صاحبي ده لا طب بص خد بونبوني تديهم البونبوني تاخد عينيه بونبوني بونبون سيما انسحبوه يلا يا شباب everybody know يا ريتش يا ريتش انت سكرت ولا ايه؟ سكرت انا عمال اذكر من الصبح عايز يا ريتش انا احسن واحد بيغني هنا انت كذاب انت اللي كذاب طب فرجني بتغني ازاي هوريك اسمعني بقى يا ليلي 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 يا يا ليل ايه الرباب اللي انت بتهببه ده اغني ايه الغنى في كده يعني وبعرف ارقص كمان طب وريني فرجني ارقص طب طبلني اطبل لك يا سلام انا اوريك تعال تعال انا احسن واحد في امريكا طبل يا اهل الواعه ما تحيوا معانا الشجعان عبرانس وقعدي ويا الطبشان يا اهل الواعه ما تحيوا معانا الشجعان عبرانس ورانس ويا الطبشان دستي قراتين 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 دستي قراتين 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 الف مبروك يا ام محمد الف بركه يا اختي ده مهندس ده ولا محاسب لا زبال بس محترم يا اختي المهم النظافه الف مبروك وجبت الرقاصه دي منين لا ده جبناها من المنصوره الف مبروك الف بركه يا اهل الواعه ما تعجبوا على الشجعه بس جرادين 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 يا سمي سايح جوه الصفايح يا شربطات انت مجنون ايه رايك اللي انت بتهبله ده احسن واحد في امريكا انا لا 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 سعد الصغير بيرقص احسن منك يا ام عباه انت عايز تاند معايا وخلاص عشان انت راجل قليل ادب وحيوان انا راجل قليل ادب وحيوان ايوه يا كلب اخرس انا بلاك يا سكر يا معفن انا ما بسكرش انت اللي بتسكر يا كلب ولو الميه دي جت في وشك ايه اللي ادب عليه الميه دي خد في وشك صدق ان انت مش محترم انا كلب يا جسمه طب كل عنك بقى خد في استعانك بقى خد بقى اخويا انا وفين حرام عليك حرام عليك ارحم ربنا ما يسيبك وربنا ما يوريك الله اقسم بالله بكره بهدلك اكون على دماغك الله ايه رايكم في الفكره دي حاجه زباله احنا ما عجبكوش مسرح العرايس ما عجبكوش خالص الفكره لا 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 ما عجبناش خالص انتوا بتسكروا وبتبقوا زي الاطران مش عارف مالكوا في ايه البسمه بقتش على وشكم انتوا الكوبوي الاغنياء عمركم ما هتحسوا بالكوبيات الفقراء اللي زي انا راجل خريج تجاره بني سويف اشتغل سواق على جاموسه والعيال تقعد تشعبط في الدل طب ليه ما
ما انت بتكسب برضو كويس. ما بكسبش كويس، انا النهارده خليت الاجره دولار، قالوا لي ما كانت امبارح ب 75 قرش وزي الفل. طب وانت هتغلي الاجره ليه اصلا؟ في ازمه برسيم في البلد، والحكومه وعدتنا بان هي هتعمل الكروت الذكيه، واحنا بهايم ما نفهمش في الكلام ده. ده كلام. عندك حق، بس انت برضو ظروفك مرتاحه ومعاك بقره اسود فابيض حديثه. لا 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 لا، الحكومه سحبتها مني خلاص وادتني بقره بيضة بكاروهات. ايه ده؟ دي معدات؟ لا ام قرنين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ البقره البيضة اللي راكنه بره دي بتاعتك؟ ايوه ريتش. ليه؟ طب اسمع بقى، البقره بتسرب لبن، ولو عك كبريت جه فيها هتفرتك فينا كلنا. طب انا اركن البقره فين؟ بقره هتركنها فين؟ في ميدان جهين. عندك حق والله. انا اللي مهموم والله، انا اللي شايل الهم من يومي. بقالي قد ايه عايش في امريكا؟ تقريبا 20 سنه، يعني تقريبا من ساعه ما فتحت وانا قاعد في امريكا 20 سنه. لفتها بلد بلد، جبتها شمال يمين، بس صدقوني ما لقيتش نفسي الا في السعوديه. يا اجحلى سنين عمري قضيتها في الدوري السعودي، انا وسامي الجابر والقحتاني والدغية. تعرف الدغية؟ اسمه غريب قوي، والتنده سامي ياسر، انما اجي عند الدغية واتنرفز. والله احلى سنين عمري قضيتها، كنا كل يوم نعمل عمره، بس خلاص انا قررت ابطل شغلانه البقر والعيال الصغيره دي. البقر والعيال الصغيره؟ ليه الكاوبوي دي، خلاص عرفت منها، هشتغل شغلانه شريفه اكسب من عرق جبيني. شغلانه ايه دي؟ هشتغل رقاصه، لسه مجرب دلوقتي، وحتى بلاك عارف، ومية مية. ربنا يوفقك. اهو انتوا فقراء بس سعداء، انا معايا كل الفلوس وعمري ما كنت سعيد، راجل عندي بدل البيت بيتين وراكب بقره احدث موديل، وبرغم كل ده عمري ما كنت سعيد. ليه ليه حبيبي ليه؟ ده انت تاجر عبيد قد الدنيا. ما هي دي مشكلتي، تاجر عبيد، كل واحد يجي يختار من عندي عبد يختارني انا ويحاسب العبد. مشكله في البشره، انا لازم الون بشرتي واخليها تبيض. تصدق انا هستخدم كريم قشطه البقره. قشطه البقره؟ انت ما شوف 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 ايه ما شفتش ليه؟ الويسكي ده زباله. انت هتجيبها في الويسكي؟ انت ما شفتش الاعلان بتاعه ولا ايه؟ اعلان ايه؟ اعلان قشطة البقرة. ها؟ الاعلان اللي بيقول اذا كنت تحلمين ببشرة اكثر بياضا فعليك باستعمال كريم قشطة البقرة، اذا كنت تحلمين بان تكوني مجزة السنين فاستعملي قشطة البقرة، اذا كنت تحلمين بان يجري خلف الجميع رعاة البقر والبقر ايضا فاستعملي قشطة البقرة. مع احدى جمهور قشطة البقرة، ايه رايك في كريم؟ حقا لقد استخدمته. إنه حقاً كريم مذهل، لقد كنت شكلك هكذا والآن أصبحت هكذا. نعم لقد خسرت إنشائين من كرشي وإنشائين من أردافي. لقد جربته أيضاً على زوجتي وأثارت إعجاب جميع أصدقائي. نعم. المقربين فقط. سبنا كاس، سبنا كاس بلاك. عندك ايه تشرب بلاك؟ عندي فودكا واين ويسكي اللي انت عايزه. لا صب لي عرق سوس من ده. لا ده مش عرق سوس، ده برميل مخلل. يبقى نلعب كوتشينه، نلعب كوتشينه ريت. يلا 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 ريتشي نلعب كوتشينه. يلا هيصو. وطالما هنلعب كوتشينه يبقى نلعب بوكر. وبقيت تلعب بوكر وبتشرب جون ووكر. جو 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 جو. بقيت تلعب بوكر وبتشرب جون ووكر. وبقيت تلعب بوكر وبتشرب. جو 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 جو. يا جماعة يا جماعة يا حبايبي اهدى اهدى. انا مش هسيبك النهاردة. يا جماعة في ايه؟ انت كل مرة تسيت تضرب فيا. انت انتقاد يا اهدوا، انتوا رعاة بكر وبتسكروا، صلوا على النبي صلوا على النبي. الشيطان دخل ما بينكم، اقعدوا اقعدوا حصل خير اقعدوا. عايزين كوتشينا؟ انتوا يا اللي قاعدين انتوا. ايوه عايزين كوتشينا؟ يا ريت. كاتي اديهم كوتشينا. احلى كوتشينا للرجاله.
ايه ده؟ كيتي؟ سيمون. كيتي اختي فتاة ليل. كل ده وفهمانا انك شغاله ممرضه يا كلبه. سيمون ما تفهمنيش غلط يا سيمون. ما فهمكيش غلط ايه ده؟ انا قافشك في بار، هو انا لاقيكي في مدرسه؟ سيمون انا بشقى عشان اجيب لك الفلوس اللي هتذكر وتلعب بيها قمار. ملعون ابو الفلوس كله الا الشرف. ما انا مش بفرط فيه كله. كله زي نصه، كله زي نصه يا اختي. شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش الا مره واحده، لكن انت عامله زي الولاعه السخان بالوقت تولعي وتطفي كتير. انا لازم اخد طارب ايدي، انا لازم اخد طارب ايدي. لا يا سيمون ما توديش نفسك في داهيه يا سيمون. انا ما استاهلش. يا حلوه يا بلحه يا مقمعه. سيمون انا باخد 5000 جنيه في اليوم. طب مش تقولي ده كلام. وساعات 250 جنيه اوفر تايم كمان. ده بلاستيك ما بيعورش. والله لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده على كده حلوه جدا شغلانه فتيات الليل دي. عايزين شباب ليل؟ هبقى اسالك ما دامش شو صاحبي دي الشقه. طيب خلاص يلا روح افتحي للزباين وانا قاعد هنا. يلا سيمون خد هنا تعالى. انت في بار بلاك، عارف يعني في بار بلاك؟ اختك دي انا اللي بسرحها. انت اللي بتسرح اختي بلاك؟ ايوه. بص شعرها حلو ازاي. يعني كل ده وتطلع كوافير في الاخر؟ وانا صغير كنت اشتغل كوافير. بص كنت عاجبك قوي. يلا سلام. يلا يا مسيطانة. ايه رايك فيا؟ لك انت شكمت. انا انت مش طبيعي. انت ازاي قدرت تقنع سيمون اخويا انه يسيبني بالسهوله دي؟ عادي انا اقنع اي حد باي حاجه. انت خطير قوي يا بلاك. صدق انا شغاله معاك بقالي كتير قوي لحد دلوقتي ما اعرفش انت اسمك بلاك ايه. بلاك بيري. ريتش انا مش شايف عينيا فيها حاجه. لا لا ما تقلقش، هي بتبتدي كده بس. انا هعالجك بالطبيعه مش بالدواء. الخيار مفيد جدا للعين. عايزك تركز بقى، اول ما احط لك الخيار ما تتحركش. ها حاسس بايه؟ شايف سلطه. ثبت دماغك. في مشاكل تاني في وشك؟ ودانك فيها حاجه؟ وداني وانا صغير دخل فيها تحلب ما بسمعش كويس. يا ريت تحط لي فيها بسله. لا ما هو ده غلط شائع بقى. البسله ما بتعملش حاجه، الجزر هو اللي بيعمل، لان الجزر بيقوي السمع معروفه. ركز معايا. ها سامع حاجه؟ سامع صوت ارانب. يبقى العلاج ماشي كويس. في مشاكل تاني؟ بقك فيه حاجه؟ بقي فيه بعض الناس بتقول لي سنتك دي مكسوره. ما تقلقش، العنب مفيد جدا للموضوع ده. بس تخليه في بقك، اوعى تشيله 3 ايام. ها في مشاكل تاني في وشك؟ يبقى العلاج جاب نتيجه. وناخد البني ادم دوت ندخله في الفرن نص ساعه، هيطلع لنا طبق جميل نفطر بيه كل يوم. ويا جماله يا جماله يا حركاته يا تكاته. انت بتعمل كيكه اسفنجيه؟ يا ابني والله الحاجات دي مفيدة للوش. يا عم تعالى نلعب كوتشينة، ولا نجيب الأول أخته وترقص لنا شوية. أنت فاكرني بزعل؟ ما بزعلش خالص، هي اللي بتصرف عليك. ما أنت برضه لازم محدش يحترمك، بالذمة دي بدلة ظابط. لا دي بدلة كمساري. والله ولا بدلة كمساري، دي بدلة اللي بياكل الزرافة في حديقة الحيوان. جود مورنينج جايز. جود مورنينج شريف. إيه يا ريتش؟ شريف مين؟ اسمه شارف. شارف يا عم. ايه يا شريف؟ انت هتمثل شريف؟ ايه يا شريف؟ شريف دي اسم، لكن شارف وظيفه. جود مورنينج وظيفه. جود مورنينج شريف. اسمها شريف. انت ايه مخك تعبان؟ سيبكم الاسامي، صباحه عسل يا معلم. صباح الفل. هاي يا شارف ازيك؟ اتلم يا بنت اللي لبسك قضيه اداب. سيبي دوجلاس يا كيتي في حاله، اصل هو النهارده مش متظبط. وانت ايش عرفك بقى ان انا مش متظبط؟ هو انا اول مره اعرفك هتوه عنك يا دوجلاس. بس مين ده؟ ده دوجلاس. ده مفيش شعرايه في وشه. دوجلاس ايه؟ اروح اتصرف انا في الموضوع ده. بقول لك ايه يا دوجلاس، تيجي تلعب معانا كوتشينه؟ لا مش عايز العب كوتشينه. قوم يا ابني تعالى العب معانا. بقول لك لا، بقول لك مش هلعب كوتشينه. ليه يا ولا مش عايز تلعب يا ولا؟ ملعب كوتشينه يا ولا؟ تعالى يا ولا انجز. مش هلعب، احنا في مصيبه. مصيبه ليه يا ولا؟ بلد سهله، مفيش مصيبه ولا حاجه. يا ولا يا جماعه صدقوني احنا في مصيبه. مصيبه ليه دوجلاس؟
انا كده نحس، كل ما اروح في حته يحصل فيها كارثه. بلاك هات له كوبايه ميه خليه يهدى. الميه مش هتعمل لي حاجه. هات له كوبايه بيره يمكن يهدى. البيره بتدخلني الحمام. هاتوله حقنه هوا ونخلص منه. الهوا بيدخلني الحمام. هاتوله بامبرز. البامبرز بيجيب لي تسلخات. هاتوله بودر التلج. عايز ايه؟ خلصنا. ما تقول يا دوغلاس بقى في ايه. يخلص يا دوغلاس. يا دوغلاس في ايه يا دوغلاس؟ حد فيكم يسمع عن كوشة؟ 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 دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا، دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا، دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا، دمبري دمبري جلاجولا جلاجولا. هو ده كوشة؟ لا ده ابن حميدو. حد فيكم يسمع عن كوشة؟ لا. لا. كويس انكم ما سمعتوش عنه، لانكم لو كنتوا سمعتوا عنه ما كنتوش هتعرفوا تناموا. ليه؟ ناموسه؟ لا يا اخويا مش ناموسه، مش ناموسه، ده واحد كان من اهل البلد هنا وسافر لف امريكا كلها وعمل مصيبه في كل ولايه دخل فيها ومطلوب في كل الولايات، يعني وانتد. لا واللي سمعته بقى انه راجع على اخر الشهر. راجع هنا على اخر الشهر؟ راجع البلد. جدا اخر الشهر يكون القبض برضو روق له المكان ويجي ينام نومه حلوه. طب وايه يعني يا جماعه؟ يعني لما هيجي هيعمل ايه؟ هيعمل بلاوي، ده راجل ما بيتفهمش غير بالقتل والسرقه، واي بلد دخلها فرض على اهلها اتوات وخد منهم فلوس. يا اختي عليه قلبص بجنيه. طب انا عندي حل كويس جدا. إيه؟ احنا نبلغ البوليس. البوليس مش هيقدر يعمل لكم حاجه. انا مش هقدر اعمل لكم حاجه. انا عندي حل احسن. احنا نهرب ونسيب البلد. لا انا ما سيبش البلد دي خالص. يبقى ما فيش غير حل واحد. إيه؟ نستنى كوشة اول ما يجي ونوطي نبوس جزمته ونقعد خدامين الجزم ونقول له احنا رجالتك يا كوشة يا ابو الكواشيش. عندك حق، ده هو اصلا كمان انا سمعت انه قتل 7 من رجالته قبل كده، يعني ممكن يقتلنا بكل سهوله. يعني ما فيش غير حل واحد بس. ايه؟ احنا نجيب حد اقوى منه يحمينا ويخلصنا منه. حد اقوى منه يبقى نجيب له ممدوح فرج. لا لا انا عارف مين اقوى من كوشة. مين؟ اقوى برك. والله بامان. اقوى منه بكتير، انا روحت وعارف. اسمعوا بقى، البنت دي بتتكلم صح. احنا نجيب واحد طيب نعمله شرير ونطلع عليه قصص واساطير مرعبه. ايوه نطلع عليه اساطير مرعبه زي اسطوره بكار مثلا. طب احنا دلوقتي لو جبنا واحد وطلعنا عليه اساطير، فرضا جوشه ما صدقش الاساطير دي واحنا بس اللي صدقناه، يبقى احنا كده عملنا 2 يفلقونا نصين. يصدقها ازاي اذا كنا احنا اللي هنالفها اصلا؟ المهم هنجيب الوجه الجديد ده منين؟ ده لازم يكون وجه جديد محدش يعرفه خالص. اه يبقى نجيب وجه جديد. برافو. ونجيب جنبه نجم ونجيب رقاصه وننزل الفيلم في العيد الخلطه السكيه. خلاص معروفه ملايين. يا جماعه انا خلاص، انا ما بقتش. ما بقتش ايه؟ ما بقتش حمل جرح. انا ما بقتش استنى فرح. انا ولا سنه يا حبيبي علالي قادر. بس خلاص كده مش هكمل. هي حته بس، ما هو مش عارف غير دي. المشكله بقى هنجيب الشخص الطيب ده منين؟ عندي. مين؟ عندي عبد اشتريته، عبد مكسيكي لسه جايبه من مصر حالا. جبته هنا بيحمي لي الخيل وبيروق الدنيا كلها، واحلى حاجه فيه لا حد شافه ولا حد سمع عنه. ألبرتو. الله يكسفه، غير الموضوع. احنا نعرف اسمه بس لكن ما شفناهوش خالص. ألبرتو ده ولد طيب قوي، بيحب اي حاجه بمجرد انه يشوفها. مجرد ما دخل الاسطب حب الحصينه، حب حدوه الحصان، حب التب، حب المكان، حب الشباب، حب العزيز. اي حب في الدنيا ده اغرب حاجه حبنا انا شخصيا. بس انا سمعت انك بتعامله معامله وحشيه، معامله قاسيه جدا. دي كلها اشاعات يا حبيبي، انا بعامله معامله العبيد مش اكتر. هو ألبرتو. ألبرتو هو اللي هيواجه كوشة، احنا نخليهم يواجهوا بعض، ايه رايكم؟ انا موافق. هو ألبرتو ده، وطالما خلاص لقينا الحل اللي هيوقف كوشة عند حده، يلا نحتفل يا جماعه. يلا احتفال. بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزك في موضوع. امرك يا باشا. عايز عبد كده ولا 2 يخدمونا في البيت. حظك حلو، لسه جاي لي طلبيه عبيد من الجمرك تحفه. نفس البق المعفن ده قال لي كده المره اللي فاتت، خدت العبد مع اول غسله وبر. والتاني شاط من هنا.
ما انت برضو يا باشا ما تتكش عليه بالمكوى. اسمع مني، انا في عبد كنت جايبه ليا انا هشيلهولك. عبد ايه؟ بخطين اسود فابيض، حكايه تحفه والله. ده اكيد صيني يا باشا، ثق فيا بقى مره. انا بعت عبد في مصر، نزل قلب الدنيا. العبد؟ فاتح محل حلويات في المولد النبوي وبيكسر مصر. والله اهم حاجه البرتو ده ما يطلعش مضروب زي الحاجات اللي بتجيبها. البرتو ده احلى عبد جبته. البرتو يا اختي عليه كلبس بجنيه. طالما لقينا البرتو يبقى نحتفل. انا ده رايي. احتفال احتفال يا جماعه. يلا احتفلوا. You know me in there. Oh yeah. شارب كاس ودماغي مظبوطة، واحد فراولة والتاني قوطة. عمرو الجزار ولعها نار. عمرو الجزار ولعها نار. صحيني عمرو الجزار. هي ولعها نار. عمرو الجزار. بس اسكت، في خبط على الباب. استخبى استخبى. يا ترى مين جاي السعادي؟ مين بيخبط على الباب؟ افتح افتح. انا مورجان. اقفل تليفونك دلوقتي. افتح انا مورجان. مورجان مين؟ يعني اكون مورجان فريمان. افتح. عمرو الجزار ولع نار. صحيني روحني ولعها شعللها شارب كاسين ودماغي مظبوط. بس ادخل يا مورجان، الباب مفتوح. ايه يا جماعه سايبين الباب مفتوح وعاملين مهرجانات؟ ده احنا كده ممكن نتمسك. مش هنتمسك الدنيا ليه؟ المحدش صاحي اصلا. المهم دلوقتي انا جبت البرتو واقف بره وحفظته كل حاجه، بس هو خايف طه. مش مهم يكون بيخاف، بكره قلبه يجمد. المهم يكون بيعرف يضرب بالرصاص. لا ما بيعرفش. مش مهم يكون بيعرف يضرب رصاص، بكره نعلمه. المهم يكون بيعرف يضرب بالبواني واللوكاميات ويمسك سنج ومطاوي. لا ما بيعرفش. مش مهم يكون بيعرف يضرب ولا يشلت، المهم يكون بيعرف يشتم الفاظ مش كويسه. لا ما بيعرفش، ده مؤدب جدا. يعني ولا بيعرف يضرب ولا يشلت ولا يشتم، مش مهم، مش مشكله. اهم حاجه يكون بيعرف يجري. يكون بيعرف يجري ليه؟ يجري، ما لو ما جريش هيموت، فيجري احسن. صح صح، انا دخل لكم البرتو. البرتو دمبري دمبري جلا 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 دمبري دمبري جلا 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 جلا. هو علم يلعب. هو ده البرتو؟ لا البرتو ايه يا جماعه، مش هو ده طبعا. انا هدخل لكم البرتو. البرتو. ايوه يا معلمي. ايوه يا معلمي. كده كوشه استلم البلد. يا البرتو خش جوه. اخش جوه بكل قوه. يخش جوه بكل قوه، ده كده كوشه استلم كوكب الارض. ايش اللي انت عملتها دي؟ ها ايه رايك في ماشي الصيع؟ ايه رايك يا باشا؟ لا لا حلو جدا. هو ده البرتو؟ هو البرتو. ايه في ايه؟ انتوا مش عارفين ولا ايه؟ لا ايه اصلا، انت ما قلتلهمش يا معلمي؟ عايزهم يشوفوك بنفسهم. يا سلام يا سلام. وبص كمان مديني ايه؟ مديني مسدس. ايه ده؟ ايه المسدس ده؟ لا لا ده مسدس حقيقي. ما انا عارف. ايوه من اللي هو بيموت. مش عايز انا، ما انا عارف. ايوه من اللي هو بيموت. ما انا عارف. طب جرب واحده. لا مش عايز اجرب. انا هدوس كده واقع على الزنات. ها هيطلع على طول. هو ايه اللي هيطلع يا سيدي؟ والله هتتبسط اما تموت، هتتبسط. يا عم مش عايز اتبسط، هتبسط ازاي بعد ما اموت؟ تصدق؟ هقول لك ازاي. بص لا مش عايز اعرف. ماشي خلاص. يعني انا لو دست على البتاع ده ممكن يطلع طلقه؟ ايوه يا سيدي هيطلع، ما هيطلع عصير قصب. طيب يعني حد عايز حاجه؟ لا مش عايزين حاجه. طيب يا اصل انا بوريكم ان انا معايا مسدس. حد ياخد منه الزفت ده؟ هاتوا 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 البرت. ايه؟ مش انت اللي مدوني؟ انا معلمي. انا ما تخافش. طب ما نلعب شويه انت شويه. بس والله مش هتحس بحاجه. ما تخافش، اصل انا نفسي اجربه والله. لا لا جربوا على اللي هناك ده. تعال تعال يا والله انت تخين مش هتحس. اذا انت عايز طلقتين. امان. جاهزين؟ احنا جاهزين. انت جاهز؟ انا جاهز. عايزين تعملوا ايه؟ عايزين تعلموني حاجه ولا ايه؟ ايوه عايزين نعلمك دلوقتي الدرس الاول. علمه الدرس الاول. الدرس الاول مفيش.
هاي ايه؟ يلا علمني. ما انا هعلمك هو انا بقول اهو الدرس. يلا انا جاهز. خلاص وانا جاهز انا كمان. انت كنت ناسي. هقتلك. يلا. الدرس الاول. ها؟ ايه يا البرتو؟ انا جاهز اهو. الدرس الاول مفيش مجرم ما بيشربش، وفي نفس الوقت مفيش مجرم بيسكر. ايه الكلام الملخبط ده؟ تشرب خمره؟ اشرب خمره؟ انا اشرب المحيط يا عم الحاج. ده الدرس الاول، تعال ورايا. يلا يلا. خمره ايه ده؟ ده ايه ده يا عم؟ ده انت كنت معدني في الزريبه. ده البلد مليانه حاجات حلوه قوي، والترابيزات الحلوه، وايه ده تفاح. يا يلا تعالى فرجني. تعالى يلا سكرني سكرني. عبيلي عبيلو. هات عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. شريف ما بلاش. عبيلي خد حر بقى. ها ايه الاخبار؟ تمام ولا اي حاجه خالص؟ الحقوا بقى كب عليه جردلين ميه يا جماعه، حد يجيب له قهوه عشان يفوق. لا هاتوا له لبن بخيره. ده مش قدامه اقل من اسبوع عشان يفوق. قدامي اسبوع عشان يفوق؟ ده يكون جوشه جه فلقنا نصين. احنا كده رحنا في 60 داهيه. ايه بس بس ايه بس بس عمري قصر ولا هنا بس علي كده. اتفضل يا سيدي خلص. لا 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 ده هيفوق. لا 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 انا بلاك اسمع مني. يا ده كويس قوي. ده كويس قوي البتاع اللي انا شربته ده. ها مين اللي انتوا هتموتوه بقى؟ ده لو بقى دخل شرب مع كوشة هيعمل ايه ده؟ هيعمل ايه؟ ما تقلقش خالص، يقعد يشرب مع كوشة واديله كاس من اللي بيفوق، لكن كوشة مش هديله، عايزه يتطين ب60 نيلة كوشة. طيب كويس. البرتو. نعم. بص يا البرتو، بتعرف تضرب بني ادمين؟ طبعا بعرف اضرب بني ادمين. طب يلا ها اضربني باللكمية في وشي. ما بلاش. ادي باللكمية بقول لك في وشك. اصل انا لو ضربتك بايدي دي وجت في وشك ده ممكن وشك يورم. انا عايز اورمه. اديني باللكمية في وشك يا عم. بلاش يا عم. ادي يا البرتو. ضعيفة ضعيفة يا البرتو. ادي واحدة اجمد بكتير. ما بلاش. ادي بس اضعف من اللي قبلها. ادي واحدة حلوة يا البرتو. ها ده ضرب جامد ضرب جامد وكلكم سكتوا. ضربت تحت بيتنا وكلكم ما حدش اتكلم. انا ضربتك الناحيه دي، انت ماسك الناحيه دي غلط. ضربني جامد يا ولا. بس يا ولا يا ولا في ايه؟ انا بضربك يا ولا. ضربني يا ولا في ايه؟ مش كده يا عم الحاج؟ مش كده يا عم الحاج؟ ايوه مبروك كده. شغل قال اضربني. ايوه هو اللي عنده حق والله. خلاص يا جماعه دي مش خناقه. كوشه لما هيجي مش هيقف قدامك ويقول لك اضرب. لا اضرب. الناس اللي عايزه تتضرب دي ما بلاش. اضرب. لا لا دي دي لا دي لا. ليه؟ تمام. دي حلوه قوي. لا دي مش حلوه. والله حلوه. انا بجيب من الاخر. وربنا ما حلوه. لما يجي كوش اعمل فيه اللي انت عايزه. طب وانت لا ليه؟ انا ما ينفعش. ما ينفعش تعمل كده معايا. انت كان قصدك ايه؟ مش قصدي حاجة. انا كان قصدي تمام؟ تمام. كوش هيجي قدامك مش هيعمل كده، ده انت ما بتعرفش تتعارك. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ لا 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 ما تقلقوش خالص. بلاك دايما عنده حل لأي حاجة، احنا مش هنخليهم يتخانقوا أصلا. هنفتعل خناقة ما بيننا، نخلي البرتو ياكلنا علقة يمرمط بينا الأرض هنا.
طبعا كوشة لما يشوفه بيضربنا هيخاف منه. يا عم هو بيعرف يضرب؟ مش مهم يكون بيعرف يضرب، المهم احنا نعرف نتضرب. افهم بقى. ماشي. هنمثل. ماشي. يلا. يلا. اضربنا. يلا اضرب. اضرب. اضربكم؟ ها. ضرب التووة. ده فيش حد مالي عينيكوا ولا ايه يا اهل التووة؟ لا. انتوا مش عارفين انا مين؟ انا البرتو. البرتو اللي اي حد يموت من ريحة تيشيرته. اضرب بسرعة خلص الكلام وخش على الضرب. ايه بص الحدود دي محدش يعديها الا عدوا حدوده وهقطعه. ده انا البرتو اشهر واحد يا واد انت وهو. اضرب بقى يا البرتو خش في الضرب يلا. ده انا هات البرتو اللي خلقه ده اللي ده خلقه لا ملح باين ولا ايه؟ فازود سكر ولا ايه؟ مساء الخير. مساء النور. صح. الحمد لله. يا لا تووا لا يا صبر صبصب قلوب الصبايا المتصبصبين. جراد انتوا مش عارفين انا مين ولا ايه؟ يا عم اضرب بقى. ما لازم الدخله الاول كده عشان اخده الاول. اضرب. مش عارفين انا مين ولا ايه؟ حلو قوي كده. شفتني حلو قوي. شفتني وانا عامله كوره؟ خدت بالك؟ يا لا 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 ده كده ده كده بقى زي الفل. ده لما يتعلم ضرب النار كده هينفخني. ده قدامه شهر اما يبقى كويس. ده انا يا لهوي. نعم. حاجه ولا ايه؟ قدامك شهر ده كوشه هنيجي هنلحس له الجزمه بسبب. انت عايز تقول ايه؟ انا مش فاهم. خلاص احنا كده فاضل لنا حاجه واحده. احنا نطبع الصور اللي قلنا عليها ونبدا نحكي في الاساطير والحكايات اللي اتفقنا عليها. تمام. بقولك والنبي يا اسطى وانت بتطبع الصور اعمل لي صور زي دي اللي هي بتاعت وانتد. بتاعت ايه؟ وانتد. وانتد هو مطلوب. وانتد. وانتد. حاضر هعمل لك وانتد. تعمل لي اتنين. ماشي. واحده وانتد وواحده وانتد. طب ايه وانتد دي يعني ايه؟ الصغيره. اسمع البرتو. البرتو. نعم. انا عايزك تبات هنا. مش ما ينفعش حد يشوفك. ابات هنا اهو. ابات هنا في المكان الحلو ده. ايوه البرتو بدل الزريبه مع البهايم. شوف لنا الباب بره عشان نخرج دلوقتي لا يكون حد باصص علينا. حاضر. يلا. حاضر. يلا تعالى. ها يعني بص الناس كلها بره مستنيين وباصين لباب البار. لا 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 مش عايز اي قلق. بلاك دايما عنده حل. نخرج من الباب الوراني. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ياه انا ازاي ما خرجتش من الاسطبل الفتره اللي فاتت دي كلها. يا ده البلد فيها حاجات جميله جدا. هو ده هو ده هو. وكمان سوداني وكمان البرتو. مين البرتو؟ برافيرو. ماما. ماما ايه؟ هو انا جايبه لك الرضعه؟ ما هو ماما الوحيده اللي كانت بتقول لي برافيرو. خلاص اعتبرني ماما يا حبيبي. هو انت مين؟ انا ماري بشتغل هنا في البار. تشتغلي في البار ايه؟ بشتغل فتاة ليل. الله دي شغلانة حلوة قوي. فتاة ليل. شغلانة حلوة ايه؟ انت عارف يعني ايه فتاة ليل؟ ما اكيد في فتاة ليل وفتاة نهار. انت فتاة ليل بتشتغلي بالليل، فتاة النهار بتشتغل بالنهار. يا سلام. وبتسهري عشان تبسطي الناس. يا سلام. حاجة زي كده. بس ثواني عشان في واحدة صاحبتي عايزة اعرفك عليها. يا كيتي. يا كيتي. دمبري دمبري جلا 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 دمبري دمبري جلا 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 جلا. او علم يلعب. هي دي صاحبتك؟ لا اكيد مش هي. تعالي يا كيتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده صاحبتك حلوه قوي. انت فتاة ليل برضو؟ ايه ده انت عرفت منين؟ لا بيبانوا يعني. بس احنا بالليل يعني فانت اكيد فتاة ليل. يا ممكن اتفرج عليكي؟ ايه ده انا اول مره حد في حياتي يستاذني عشان يتفرج عليا. كل الناس بتحلق فيا عيني من غير ما تاخد اذن. لا انا لازم استاذن طبعا الاول. ممكن انا ازاي ما خرجتش؟ ازاي ما خرجتش الفتره اللي فاتت دي كلها؟ ازاي البرتو؟ انت عارف انت جاي هنا ليه؟ انا والرجاله اللي موجودين دول كلهم هنروح نحارب واحد اسمه كوشا ونضربه عشان هو مفتري وجاي عايز ياخد الفلوس بتاعت البلد. صح صح. هو انت فعلا هتحارب كوشا بس مش مع اهل البلد. انت هتواجهه لوحدك. هم مش هيقفوا معاك.
وبعدين انت غلبان قوي عشان تواجه كوشه لوحدك. ولا يهمني، لا ده احنا جدعان قوي. لا 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 انت فاكره ده احنا من القصيرين. لا عادي يعني. لا يا البرتو، ما هي مش بالبق، كوشه ده قتال قتله وممكن يقتلك وهو مش واخد باله. المهم ان انا اخد بالي عشان لما اموت حد سالني قال لي انت مت ازاي، هقول له مش واخد بالي. لا ما ينفعش طبعا. اسمع يا البرتو. نعم. قولي لي يا برابيرو. اسمع يا برابيرو. ايه القرف ده؟ بص يا البرتو، احنا نعرف ساحر هندي جبناه دلوقتي عشان يعمل لك تعويذه تحميك من شر كوشه. لما يجي اسمع كل كلامه. ساحر هندي؟ اه. ده جبتوه منين؟ من الهند. غريب قوي. لما يجي اسمع كل كلمه هيقول لك عليها. اوكي ماشي. اوكي ماري. نعم. ده الساحر. حاضر. يا رأس الطائر الأزرق المحلق فوق السماء الأبيض المليان بالمطر المتراكم. مين اللي بيده على رأس الطائر الأزرق اللي بيطير فوق السحاب الأبيض المليان بالمطر المتراكم؟ أنا ماري. تعالى. وإيه اللي فات ده كان اسمي؟ لا ده اسم الدلع. هو أنا فاضي عشان أديه باسمه كله؟ آه. تعالى بسرعة. فين الراجل اللي انت عايزين تعملوا له التعويذه ده عبيط؟ يعني اتنين فتيات ليل ومعاهم راجل، يبقى فين الراجل يعني؟ اهدى ايها العجل المندفع. الله 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 الله، ده جاي يغلط فيا ولا ايه؟ ده مدح، هم الهنود كده بيحبوا العجل، وبالذات لو كان مندفع. انت ادرى بقى، يعني هو بيحب اما يقول لي عجل يبقى ده كده مدح يعني؟ نعم نعم ايها الجاموسه الهبله. مرسي كلك ذوق. ايها البقره الحلوب. ايها الحمار المخطط. فكسب فكسب. ايها القرد اللي على الشجر. كفايه. انك لطيف ولك صوت نهيق متميز وانك حيوان. طيب نبدا الشغل بقى. اتفضل يا حيوان اتفضل. طيب شكرا. اوعى حد يخاف. فاضح النفس في تعبان بطين. وبعدين جاء داخل لنا بالبخور، عامل نفس الشكل بتاع البخور هنا اهو. اولع لك هنا؟ لا لا ركز معايا بقى. حاضر. اعمل لك التعويذه وربنا يستر. ربنا يستر. ماشي. أميتاب باتشان، شاروخان، كيم كارداشيان، كيم كارداشيان. تعويذة مش راضية تتعمل. طب ايه اعمل لك ايه؟ لازم احضر لك روح طيبة. احضر ماشي. روح طيبة كده وقمر. الله يخليك. اصبر بقى. حاضر. عيد ميلاد جرحي أنا، عيد ميلاد جرحي أنا، عيد ميلاد جرحي أنا. الله أكبر عليك، بحبكم كلكم. الله أكبر عليك. جمال جدا. ربنا يخليكم. ربنا يخليكم. ده عفريت.
انا بقالي 20 سنه بحضر عفريت عمري ما طلع لي واحد. ايه ده؟ انت قعدت تلعب في الراديو طلع لنا الاستاذ هاني شاكر. استاذ هاني شاكر؟ ايوه انا عفريت الاستاذ هاني شاكر يا حبيب قلبي. اهو اطيب واحد في الدنيا كلها اهو، هيدبس لنا كل حاجه. استاذ هاني شاكر، انا بسمعك من زمان قوي، انا بسمعك من وانا في بطن ماما. ربنا يخليك. ممكن تمدي لي هنا اوتوجراف؟ اكيد طبعا اكيد، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك جدا. انت بتحبني؟ هو انت لسه بتسالي انت بالنسبه لي ايه؟ انت يا عم العفريت انت، احنا لينا طلبات ممكن نطلب يعني وكده؟ انت ليك عندي ثلاث طلبات يا حبيب قلبي، بس عشان انفذهم لك وبما ان احنا في رعاه البقر يبقى لازم تغني لي حاجه انجليزي. غني. طيب حاضر. اتفضل. حاجه انجليزي؟ لازم. اتفضل. وحشتني نمبر اوف ستار اوف سكاي اي ميس يو نمبر اوف وورد اوف لافر اي ميس يو ان افري داي 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 افري داي وكم تو تشنج دريم تو ترو كم 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 I'm afraid tomorrow يفرقنا and you my lovely ما صدقنا you back to me say to me I miss you. يا استاذ ثاني اهو ما شاء الله الله اكبر عليك. نطلب يعني وكده وخلاص؟ لا ما ينفعش. هو مين اللي هيتعمل له التعويذة؟ انا حضرتك. يبقى لازم تقول لي حاجة. اقول لك حاجة؟ لازم تقول لي حاجة. انا لازم. هنعمل ايه؟ قول لي something اي anything قول لي something اي anything say I love you say I hate you say we may say we may make she anything قول لي want you قول لي sold you بس قول لي anything يا حبيبي. انت مين؟ انا عبد الحليم حافظ الله يرحمه. انت عملت كل حاجه وانت في بطن امك. طب تمام كده يا استاذ. استاذ هاني شاكر طبعاً. ايه الاخبار؟ طيب هو امرت طاعة. تعالى بس عايزك حاجه. عايز مخدرات؟ عايز حريم اجيب لك حريم؟ اسكت يا عم. عايز ايه طيب؟ المصل السحري بس المصل دوت الخطير اللي بيعمل حاجه ما نزلتش بيه النهارده. صح كلموني هم اتفضل جبته لك. ايه ده؟ هو ده؟ يا نهار ابيض. شفت ده جميل. ميرسي يا استاذ هاني. ربنا يخليك. هتروح على فين؟ انا رايح صوت الحياه بقى عندي تصوير هناك. طيب يلا ربنا معاك. تعالى بقى هنعمل احلى تعويذه في الدنيا. طلع اهي مجنون. تمام يلا التعويذه السحريه. احنا رحنا السيدة ولا ايه؟ الله حي الله. البرتو ايه ده هو مات؟ لا بكرة الصبح تدوله رشتين من بتاع دوت بعديها هيبقى تحت حماية الأرواح الطيبة الشريرة وساعتها هيبقى أقوى واحد بس بشرط لازم حد يستفزه اللي هيتخانق معاه لازم يستفزه وساعتها محدش هيقدر عليه.
حبيبة سودة، خش لما يجي هنعمل معاه ايه؟ دي مشكلة كبيرة قوي. دمبري دمبري يا جدع، انت عايز مننا ايه؟ عايز مننا ايه؟ ده حاجة غريبة قوي، عايز مننا ايه؟ دمبري يا جدع اسكت بقى، جلا 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 جلا. ريتش ايه يا ريتش؟ هنعمل ايه يا ريتش؟ الخطه دي لو باظت ايه اللي هيحصل ريتش؟ هننزل نلحس جزمه كوشه وهتبص الجزم ونقعد خدامين الجزم بسببكم. لا 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 ريتش، انت طول عمرك متفائل وفي بسمه امل في وشك، ان شاء الله الخطه هتنجح. يا جماعه ما تقلقوش، انا شفته في التدريبات كان مركز قوي. لا 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 لا، بس هو كان فاشل جدا. طب كويس جدا، يعني خلص كل الفشل، ما قداموش غير انه ينجح خلاص. صح، كوشا وصل، كوشا وصل، الحقوا الحقوا كوشا وصل. دمبري دمبري جلا 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 دمبري دمبري. ده ايه ده؟ جمبري ايه وليلت ايه؟ انا ناقص هم، انا ناقص هم. ايه ده بس؟ ايه ده؟ مش كفايه اللي جاي هيموتنا؟ عازم الحاجه هتبوظ. ايه ده؟ كوشا وصل. ايه ده؟ ده كوشا حد فيكم يعرفني؟ ساكتين ليه؟ عشان مش عارفيني ولا عشان خايفين مني؟ مش ده رفيع بيه؟ اخرس يا بكس. لا خلاص، احنا ما بقيناش نخاف منك، اذا كنت انت قوي ففي اللي اقوى منك وهو ربنا. لا عليه العود ومنه العود. انا قلت البوس جزمته، انا قلت البوس جزمته. كنتاكي كنتاكي KFC يعني كل فراخ سخنة. كوشا كفاوشين يعني كل وشكل. احنا واقفين في كويدر يا هبل انت. كوشا كوشا المجرم الجبار، يعني دوس على الزرار وارفع الشعار، يعني كل ولايه وليها محطه الا تكساس وليها مطار. كوشا كوشا المجرم الجبار، 60 عمليه قتل في ولايات مختلفه، 70 عمليه سطو مسلح، 50 عمليه قلب مفتوح وزراعه قوقعه. قلت لك يا حيوان اللي بيني وبين ربنا ما حدش يعرفه، في ايه؟ الناس هيقولوا بنرأيها ولا ايه؟ اسف اسف. كوشة يعني سفالة، يعني وضاعة، يعني قلة ادب، يعني تحب تموت ازاي؟ عادي ولا سبايسي؟ او 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 قلت لك ما بحبش السبايسي يا كنتاكي. كوشة المجرم الجبار. ما خلاص يا عم كنتاكي، في ايه؟ الراجل قال لك ما بيحبش السبايسي يا اخي. ايه كنتاكي؟ ما تخلف وشك حب الكاتشب يا اخي. انا ما بتكلمش كتير، املاتكم وفيسبوكاتكم وفلوسكم وذهبكم وغياراتكم. ازيك عامل ايه؟ السلام عليكم. ازي حضرتك؟ يكونوا جاهزين قدامي خلال ساعه عشان اسيبكم احياء ترزقون. يا لهوي، فين الزفت البرتو؟ مش عارف، هو هيكون مضى للاهلي. صحيح، أنا سمعت إن في عندكم واحد شرف كانت أغانيه مغرجة. إيه؟ أغانيه كانت مغرجة برنامج أنا والنجوم وهواك. كان بيسليني الصراحة، طول ما أنا ماشي في الطريق ما كنتش بخاف من حاجة. كوشة يعني ما بيخافش، يعني ما بيتهددش، يعني دوس على الأورج بحنية وسمعني ليالي الحلمية. لا 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 لا. بقول لك إيه حسن، كام أنت؟ احنا مش واقفين في دار الاوبرا هنا. انا هخرج اسرق البنك اللي على الناصيه.
تمام؟ ربنا يوفقني واشركه وارجع لكم تاني. ارجع الاقي كل الحاجات اللي طلبتها جاهزه. يلا يا كنتاكي. كنتاكي؟ انا هقفل لك فرع المعاد. كلت منه دينر بوكس وجع لي معدتي امبارح. على فكره انا كريسبي، يعني لحمي ناشف قوي. اتكلوا على الله. استنى عندك يا كوشة. ايه دي؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ حلوة. داخلة. داخلة. زبطت بالزبط. انت بقى البرتو؟ انا البرتو. الشهير ببرابيرو. ايه القرف ده؟ انت هتسحبني ولا ايه؟ انت صاحبي. ما تنزلش معايا. ايه؟ ايه؟ انت ازاي يعني داخل هنا وعمال تقول فلوسكم؟ ايه ده 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 ده؟ مفيش رجاله هنا ولا ايه؟ الله، سمعت عنك كتير يا برابيرو، بس اللي يسمع غير اللي يشوف. وانا ما بحبش اسمع، انا بحب الفعل. قل لي يا برابيرو. نعم. سرعتك ايه في ضرب النار؟ مش مهم السرعه، المهم الدقه. تصدق صح؟ صح والله، المهم الدقة. ماشي يا برابيرو، بس اللي قبلنا قالوا ايوه اللي يلعب الدح ما يقولش يح. ايوه انا مال، انا هو اللي شتم مش انا. يعني صلى على، انت ايه هتحط التفاحه دي فين؟ ايوه حطها على راسي. طب والنبي حط العنب في الثلاجه عشان ما يبص. انت واقف عند فرغاليا؟ واقف عند فرغاليا انت؟ واقف. يا كوشة دي تقوس الضرب. تقوس الضرب تعمل ايه؟ يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس. بسم الله. سمير. ايوه. انتوا بتتكلموا؟ بتتكلموا ولا ساكتين؟ انتوا مخبيين عني حاجة. ايه يعني؟ عادي يعني. سمير. عادي. هو انا فرط اجارب هنا؟ استنى بس، اثبت اثبت اثبت. خليها في ايدك. امسكها في ايدك. ما تاكلهاش، امسكها في ايدك، حطها جنب القلب هنا، جنب القلب هنا كده، واوعى صباعك ده عشان ما يتعورش. ايوه كده. استنى، شايف التفاحة دي؟ أيوه شايف. ها؟ شايف. إيه ده؟ ما تعرضهاش والنبي علينا. يا كوشة. إيه؟ من مرعب بس وبتاع. من امبارح الهوا جه في عيني. غمض عينك. ها؟ يلا. شايف التفاحه؟ شايفها. لا مش شايفها، انت مغمض. شايف التفاحه دي؟ ايوه شايفها اهي. كيف؟ بص انا مسافت منها قد ايه، وبص انا مغمض ازاي. ايه ده؟ الاتنين راحوا. الاتنين راحوا. ها؟ ايه رايك؟ لا دم دفحت ايدي. دم دفحت. ولسه كمان، لسه كمان افرجك. شايف الكوبايات اللي على البار دي؟ ايوه شايف. ها شايفها كويس؟ شايفه. اول كوبايه. اي. الثانيه. الثالثه. ها ربطينهم بفتل وبنشدوهم. ليه احنا مجهزين كل حاجة؟ شايف ازازة الخمرة اللي هناك؟ لا مش مزبطينها دي. ولسه كمان، ده في حكايات مرعبة عني هم مألفينها يحكوا لك عليها دلوقتي. ها عايز حاجة ولا ايه؟ مش تعزمني على حاجة؟ تحب تشرب خمرة؟ انا ما بشربش خمرة وانا بشتغل عشان نركز في شغلي. ما شاء الله ربنا يقويك. الحمد لله.
يعني انت مش هتشرب معايا خمره؟ لا انا ما بشربش خمره، لان لو شربت خمره هتجنن عليك فارتكك في بعضين. تفرتك مين يا عم؟ واي كلام وخلاص. لعلمك انت تشرب كاس وانا كاس، بعد كده انا اخد بتاع اللي بيفوق وانت تقعد تكمل. مش قلت له كده ولا ايه؟ ما ينفعش نقول له. بقول لك ايه، انا خارج اسرق البنك اللي على الناصر عشان الساعه دلوقتي 2:15 والبنوك بتقفل الساعه 2، اروح اسرق وارجع تاني. هو انت رايح تفك وديعه؟ ده انت رايح تسرق مقفول زي مفتوح يعني. انا ليا كده طقوس في شغلي بحب اعمله. ماشي يا عم الطقوس، ماشي. ارجع الاقيكم جاهزين الحاجه، ماشي. وبالنسبه لك انت يا برابيرو، انت عجبتني يا اخي. بقول لك احنا مش اصحاب، ما تقابلني على القهوه بالليل. في ايه؟ مش اصحاب يعني؟ لو اصحاب نعمل كده عادي. عادي يعني. اصحابك بيعملوا معاك كده طول الوقت؟ مش كلهم. انت بالنسبه لك رفعت عني كثير يا برابيرو والله. بس لو حابب، ما تهديد في تهديد. بس لو حابب اتعيش 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 وما تجدتش وما تجتلش على يد ما تجتلش وما تجتلش على يد كوشة التاوى. التاوى يا برابيرو التاوى. قوم يا انت بتبص لي كده ليه؟ انا اسف. اسف فيه؟ انت متخلف ياد. انا اسف. استنى، خد ده معاك، خد ده معاك. ماني ده باخده، بيجي ورايا دليفري ده. تعال. يعني ايه تعبنا راح في شويه تفاح؟ نهار اسود ومنيل يعني. خلاص ده ما خافش منه خالص. انا الحق بقى استخبى عند ابن عمي في تكساس. يا جماعه ايه الخوف اللي انتوا فيه ده؟ ايه الرعب اللي انتوا فيه ده؟ يعني انا اللي جاي جديد عليكم في البلد ومش خايف وانتوا اللي مرعوبين؟ معقوله؟ معقوله؟ انت اصلا مكانك مش هنا، مكانك في الاستابل مع البهايم. انت حمار. ايه ده؟ انت بتقول انا حمار؟ انت بتنرفزني. انت بتقول انا حمار؟ بيقول انا حمار، بيقول انا حمار. مالك؟ شد عضل بس. ايه ده؟ انت عملت كده ازاي؟ ازاي ده حصل؟ انا ما بتنرفز، ما بشوفش قدامي. طب يلا يلا، يعني اي حد ممكن ينرفزك بيحصل ما كده؟ بشوفش قدامي، بضرب سيمون. واحد اتنين تلاتة اربعة، الخمسة بتيجي في رجل اللي قدام على طول. سيمون يلا نرفزها. سيمون يلا. سيمون ايه؟ هو انا سيمون المطربة؟ لا طبعا، مش مستغنى عن ركبة. انت كل حد عايز يعمل اي حاجة كلها على بلاك. خلاص يلا ترفز مني. انا بنرفز اهو. انت طيب؟ انت طيب يا بلاد. لا مش طيب، شرير انا. يلا يلا والله طيب. لا شكلك يلا انا شرير. يلا ترفز مني. مش عايز ينرفزنا اصلي. طب يلا بقى يا حيوان بتاع البايم يا حمار. حمار؟ حدش يقول لي حمار. العتبه جزاز وسلم نايلون. هو احنا واقفين حراس مرمى؟ مالك؟ جالي شد عصبي. الف سلام. ايه ده؟ ازاي كده؟ ازاي؟ انت كنز، انت ثروه. بقول لك ثروه؟ ثروه مين؟ ثروه حاجه حلوه. انت حاجه حلوه، اول ما يجي كوشه هتضربه بالنار. تمام؟ تمام، بس لازم ينرفزني الاول. هينرفزك واحنا هنساعدك. ماشي ماشي. يلا فين كوشه؟ هيجي اكيد دلوقتي. يعني فين هو؟ ما جاش ليه؟ هو زمانه بيسرق البلد يا عبد سلام. انا بنانا بنانا شرير. يلا كوشه. يلا يلا كوشه. يلا 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 كوشه. يلا مالكش دعوه بالبلد دي، البلد دي تتكل على الله وتخرج منها كده اهو، بدل ما ايه اشقلطك هنا. ده انت بقى اللي بقيت تتكلم عن نيهم. عن نيهم؟ انا بتكلم عن نيهم، عايز حاجه ولا ايه؟ ده انت بقى البرم اللي فيهم. انا البرم اللي فيهم، ولو ما سبتش البلد دي بالطبنجه وهضرب في السقف. تضرب في السقف اهو. نرفز. عامل ايه؟ عصابه. هو بيكلمك كده ازاي يعني؟ ما عصبنيش. ما انت هو يعصبك انت تنرفز. غل ما جاش فيه عشان كده. طب بقول لك ايه يا البرد، انت عصفوره. اوبا، قال لك عصفوره. اوبا ايه عصفوره؟ دي حلوه، انا بحب العصافير. بتنرفز يا عم؟ بتنرفز. ما دي ما بتنرفز، عصفوره ايه يا عم؟ او فرخه. فرخه؟ انت مشترك في نادي الصيد ولا ايه؟ فرخه ايه وعصفوره ايه يا عم؟ او بطوطه. ده جاي من ميكي. بطوطه ايه؟ او فلوطه. مش راضي ينرفزني، اعمل له ايه؟ اتنرفز. ما هو مش راضي ينرفزني.
أو تمساح. تمساح؟ شفت بقى؟ بس ما بيتضايقش تمساح يعني. ذكائي لطيف جدا، بيمشي طول الوقت عمال يعمل بقه كده لطيف جدا يعني. أو عنده إسهال. تمثال عنده إسهال؟ تمساح عنده إسهال؟ إيه ده قرف ده؟ وانا ضربك بعود كبريت. انت اتلسعت. ازاي عامل كده يا كنتاكي؟ ده شيء الخلطه. او 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 عرفت انا ممكن اعمل ايه؟ اللي جايه بقى يا معلم واحنا مليناها خلاص. ها؟ لا لا. اللي جايه ان شاء الله هتبقى اعلى شويه في قلبك هنا. لا ابوس ايدك خلاص يا معلم برابير. انا محسوبك خلاص. البلد دي ما تخشهاش تاني. وفلوسك بغياراتك بفيسبوكاتك بإيميلاتك كله يجي لي هنا. من عينيا يا معلم البرتو، من عينيا. يلا اتكل على الله. شكرا يا معلم، ربنا يخليك ان انت سبتني حالي. خد يا حرامي. احنا لازم نحتفل بالبطل البرتو. قبل ما تحتفلوا انا عايز فلوسكو وذهبكو وكل اموالكو عشان احميكو. ايه ده؟ انت نسيت انك عبد؟ عبد مين يا عم الحاج؟ فلوسكم لو ما جاتش انتوا عارفين انا بعمل ايه. تك 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 هوديكم 60 داهية. طب احنا اللي عملنا كده في نفسينا. خدني مساعد معاك. ماشي. المساعد بتاع كوشي كان اسمه ايه؟ كان اسمه كنتاكي. انت ماكدونالدز؟ لا سميني الشبراوي. طول عمرك شعبي. ماشي. عموما فلوسكم تجي لي لغايه عندي. يلا احتفلوا. سنحتفل. احتفلوا. جمبري جمبري. خد خد تعالى. احنا في قمصة. ايه يا عم كل شوية رايح جاي؟ انت بتبيع يوم مفيش بحر هنا اصلا. يا سلام، ما انت عاملين رعاة بقر وما شفناش ولا بقرة. جمبري جمبري. يلا قول لها يلا قول لها. ها احتفلوا. لا مش هنحتفل. مش هتحتفلوا؟ يا دونجول عدت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع في جيب فلوس. ايه الحلاوه دي؟ يا لهوي على الجمال. ايه الجمال ده؟ ايه البيت ده؟ ولا دونجول ولا أيوة. دونجول ايوه كالون. ايوه انا جاي اهو. بسرع بس وجاي، بسرع وجاي اهو يا عم. في ايه؟ ايه يا عم البيت ده؟ ايه ده يا عم؟ ده الناس بص بيشربوا في سيسه ذهب. ايه ده؟ انت بتشد من ايه ده السيفون؟ ايه ده بجد يا ابني؟ انت عبيط يا ابني. انت عرفت منين بقى ان الناس دي ناس اغنياء ومتريسه والبيت فيه ذهب وياقوت ومرجان؟ يا ده ولا هجيبك اي بيت يا دي عبيط. انا عرفت ان الناس اللي في البيت دول اغنياء اول ما لقيت مركون قدام البيت عربيه 128 وفيسبه. ده على كده قلت دول اغنياء غنى فاحش. على كده جوز اختي بقى يبقى غني. ايه ده عنده فيسبه؟ لا عنده عجله مجرس حكايه. بص ده بتاع لبن يا ابني. يا عم بص بقى، انا مش عارف انت دايما تتريق على عيلتي ومش عاجباك. ما هو انت اصلك لو مثقف كنت قريت اليافطه اللي مكتوبه على الباب. مكتوب فيلا الزعبلاوي. ومال الزعبلاوي يعني؟ ياد هم الاغنياء بيبقى اسمهم كده. يا تلاقي الزعبلاوي. صح صح، دايما تلاقي الزعبلاوي، المحلاوي، السنكلاوي، كبد وكلاوي. صح. الله ينور عليك. يا هم الاغنياء بتبقى اسمهم كده غريبه شويه. صح والله. طب انت ايه دلوقتي بتعمل ايه هنا؟ بتسرق ولا بتعمل ايه؟ ياض بقى الواحد بيسرق هنا والفلوس والعد عليه. ايه ده انت هتقعد ترغي؟ طب ايه اعمل ايه يعني؟ خد يلا امشي بيض من هنا. يلا روح هات المسواق بسرعه. يلا. طب يا عم اروح بس ما تزقش كده. انت هتقول المعلم بتاعك. يلا انت عبيط. ياض ما تمدش ايدك. اتهطل. يلا يا عم ما تمدش ايدك هضربك. هتضربني وانا هقتلها. لا هروح اجيب المسروقات واجي على طول. يا ده حاجه تقنق يا جدع. يا ده الاغنياء دول عليهم حاجات طول النهار روب ريش نعام
وصباع الكفته في بقهم وما بيعملوش اي حاجه، يعني انا كده كده بقيت غني؟ ده ايه العبط ده؟ ايه ده وصباع الكفته اهو؟ ياه ولا عبده، انت يا زفت يا عبده، هات لي القهوه هنا يا كلب. كل حاجه هات يا عبده، سوي يا عبده، مفيش غير عبده في ام المخروبه دي، امسك ادي القهوه بتاعك، ده حاجه تقرف خالص. القهوه دي ساده وانا بشربها زياده. عبده انا قتلت ابوك ليه؟ عشان جيب لك القهوه ساده وانت بتشربها زياده. قتلت امك ليه؟ عشان جبت لك القهوه ساده وانت بتشربها زياده. قتلت بنت عم خالتك ليه؟ عشان جبت لك القهوه ساده وانت بتدفعها زياده. تفتكر صابر عليك ليه؟ عشان احرجتك وقلت لك انت ما تجيبش سكر، لو تجيب سكر نعملها زياده. انت ما لقيتش سكر حطيت لي مكانه سم يا كلب؟ ايوه هموتك زي ما موتت كل عيلتي. لا هقتلك ومش هموت لوحدي. هتموت لوحدك. مش هموت لوحدي. هتموت لوحدك. اهرب يا ابني، انت هتزمر، اهرب. ايه ده الاجنبي هايفين قوي؟ ده ناس فاضيه يا اخي ما بيعملوش اي حاجه. ايه ده يعني انا كده بقيت غني بمجرد الرب؟ كل حاجه اعمل يا عبده وسوي يا عبده، ولما عبده يسرقهم يطمسوا. ده حاجه غلط والله، ما لازم يسرقهم. يلا اخلص يلا بسرعه بقى قبل ما صاحب الفيلا يجي. فين المسروقات اللي انت سرقتها؟ للسيف كل ده ولا كلكم وداكم؟ ايه ده يا هطل ده؟ ده تمثال فرعوني. تمثال ايه ده؟ الخمسه منه بقرش في خان الخليلي يا ابني. يا عم بقول لك تمثال فرعوني. يا ابني بقول لك الخمسه منه بقرش في خان الخليلي، ارمي يلا الهطل ده. يا عم خلاص خد جوه عندك الخزنه تلاقي فيها بقى الذهب والفلوس اللي انت عايزها، وسيب لنا التمثال الحلو ده. طب تمام. الواد مرزوق السواق واقف بالعربيه بره؟ واقف بيها بره. خليه يخش عشان يشيل معانا المسروقات. يخش ازاي يعني بالعربيه وباب الفيلا قد كده؟ طب اقتله يا رب ولا اعمل ايه؟ ما انت فهمني وانا افهم على طول. بص يا ابني خليه بره يدور العربيه واحنا هناخد المسروقات ونخرج له. طب ونخرج له ليه؟ ما انا اخليه يخش بالعربيه. يا سلام، انت بتقول ايه؟ ده انا اجيبه لك لحد عندك. ايه ده يا جدعان ده؟ ده ايه الجمال والعظمه دي؟ كل ده ذهب اكيد فالصو ان شاء الله. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده انا هعلم ماتش اعتزالي بقى بعد العمليه دي ان شاء الله. شكله هيتقبض عليا دلوقتي حالا. يلا يا لهوي، شكله ما بلغش. ايه ده؟ مين اللي بيخبط؟ مين؟ افتح يا كالون، الباب مقفول. هو انت يا هطل يا ابني حرام عليك بتقفل الباب ليه؟ هو بيتنا. تعالى افتح يا عم. ايه في ايه؟ قفلت الباب ليه؟ عشان الحراميه. نسيبه مفتوح بقى واللي داخل واللي خارج. تصدق صح عندك حق. فين إيه؟ مرزوق؟ مرزوق يا عم بقول له تعالى وبتاع، قعد يقول لي لا البنزين غالي ومش هدور العربيه. ايه ده يا ابني؟ ما احنا اللي بنقول له العربيه رايح جاي. طب ما تقول له ايه بقى؟ بس انا ما سكتش، كسمت له دخلت فيه شمال دور العربيه على طول. طيب يلا، يعني هو هيخش لنا دلوقتي حالا؟ تلاقيه واقف قدامك. يلا بسرعه عشان صحاب الفيلا زمانهم جايين. دندن انا دندن. يخرب بيتك ما تقولش اسمي هنتفضح. انا دندن ولا دندن. انا دندن، انا كلون. انتوا سايبيني يا عم بره يا عم، انا مشغل العربيه، البنزين قرب يخلص يا عم. وطي صوتك يا عم، هنتمسك، مالكش دعوه بالعربيه، هنظبطها. هتظبطها ايه؟ ما اصل البنزين طول ما هو شغال والعربيه شغاله ممكن تجيب وش سلندر. احنا اللي هنمول لك وهندفع لك كل حاجه، ما تخاف. اصل وش السلندر ممكن يجيب الجوايد. يا عم الجوايد ايه؟ الجوايد. ايه الجوايد دي؟ اللي في العربيه. في حاجه اسمها جوايد؟ ايه ده مفيش؟ مفيش جوايد؟ تعرف أبلاتين، هتجيب أبلاتين. يعني عرفنا دي. يا عم تجيب اللي تجيب. ايه رأيك بقى في الفيلا الحلوة دي؟ ايه ده انتوا جايين تسرقوا قصر عابدين يا ولاد اللذينة؟ قصر عابدين ايه؟ دي فيلا بتاعت بني ادمين. لا معلش عدم المؤاخذة، انتوا مقاولين على 50 جنيه على اساس ان انتوا هتسرقوا شقة في حي عشوائي، لكن فيلا زي دي لا معلش هاخد نصيبي. لا احنا اتفقنا على كده والاتفاق كان من الاول على كده. ابلغ فيكم البوليس. لا خلاص اطلع عبي وشيل من خيرات الله من فوق. اخد اللي انا عايزه؟ خد اللي انت عايزه يا فيلتنا. يا ولاد اللذينة، صحاب الفيلا مش موجودين؟ مش موجودين. لا نايمين. ماشي يا معلم. يا انت بتحسب من جيب امك؟ ايه اللي يطلع يقلب بمتاكل؟ انت بتقول لنا من جيب امك؟ ايوه دي فلوسنا احنا. يا ده المعلم. يا يا عم طب ما تزق الطار وانا هقتلك دلوقتي. يا عم ولا تعرف تعمل حاجه. يا ده افهم يلا. انا دلوقتي خليته يخش معانا في الموضوع عشان ممكن يحسدنا. صح.
والحسد مذكور. صح، خليها على الله ونعمة بالله. أستأذن أنا بقى، معاد القطر بتاعي وصل. والله كان نفسي أقعد معاك بس متقادر يعني. إيه ده؟ أنت قد عبيط يا ابني؟ ده صوت كلاكس عربية؟ أكيد صحاب الفيلا جوبه هينفخونا. ربنا يستر، اجري اجري استخبى. يا نهار أسود، اختفي من الأرض. يا لهوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم الناس الأغنية كده يسيبوا باب الفيلا مفتوح، تيجي تخش تتكهرب بقى. يا ويقولوا سرقنا ليه؟ الو، ايوه يا جرادة، بكرة التسليم الساعة 5، تسليم البضاعة عند كازينو عش البلبل. سلام. الو، ايوه يا دوما، بكرة تسليم البضاعة الساعة 5 عند كازينو عش البلبل. سلام. الو، ايوه يا بوليس، بكرة جرادة وابو دوما يتقابلوا يسلموا البضاعة الساعة 5. عند كازينو عش البلبل. سلام. ايوه يا جرادة، قول لابو دوما ان البوليس جاي لكم بكرة الساعة 5. اهربوا انتوا الساعة 4 بقى. يلا سلام. ايوه يا بوليس، جرادة وابو دوما يهربوا الساعة 4 بكرة من عند الكازي. روحوا لهم انتوا الساعة 3، استنوهم قبل ما يمشوا. يلا سلام. يا اخي الواحد معاه رصيد مش عارف يعمل بيه ايه، والله افترى. الزعبلاوي فين؟ ده انا نفسي اشوفه. يا سمعت عنه قصص وحواديت يا زعبلاوي، يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي، يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ايه الراجل صاحب الفيلا دي عنده شويه هدوم، هو ده بقى المنجهة، هي دي بقى القيافة. ايه؟ اخيرا. ايه؟ اخيرا شفتك يا زعبلاوي. ايه؟ انت الزعبلاوي. لا لا، متهيألك انا مش الزعبلاوي ولا حاجة. لا لا، انا عارف ان انت هتركر نفسك. هركر نفسي؟ اه. يعني انا اركرت نفسي؟ اه. انا اركرت نفسي. الناس كلها بتقول عليك ان انت تعلب مركار. ما لازم ابقى مركار ما دام اركرت نفسي طبعا. مين حضرتك؟ انت لازم تسامحني. ليه حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا عارف ان انت واخد على خاطرك مني. واخد على خاطري؟ ده انا بحبك، والله بحبك. ايوه حضرتك، انا يعني انت عايز مني حاجه يعني؟ لا. ايه ايه، هتقتلني ولا ايه؟ والله ما عملت حاجه. انا مش الزعبلاوي. لا انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. ايه دي؟ دول 150,000 جنيه عشان صبياني غلطوا فيك، هديه مني ليك. انا كزعبلاوي يعني؟ ايوه. خلاص، هما 150,000 بس ولا ايه؟ هو كان في 50,000 زياده وانا لميتهم في الشارع وانا جاي. يعني ايه مفيش 50,000 كمان ولا ايه؟ مش هم 200 ولا 250؟ هم 250,000 وانا قدهم لك، ومفيش حاجه تغلى عليك يا زعبلاوي. اه كده، اه دي تعدل. يا ده انا بحبك والله. يا سلام. اه يا بالسهوله دي؟ يا هو ايه، هو كان ايه العمليه اللي بيني وبينك؟ يا العمليه اللي كانت بيني وبينك بضاعه. اه وفين الخاتم ده؟ ذهب؟ الخاتم ده ذهب عيار 84. طب يلزمني الخاتم ده؟ ما يغلاش عليك يا زعبولة. والساعة اللي في ايدك دي ايه؟ معدن؟ الساعة 8 ايه بالظبط؟
هاتها بقى. ما تغلاش عليك يا زعبولة، ده انت حبيبي والله حبيبي. يا سلام، ده الزعبلاوي ده يعني بيلم فلوس من غير ما يا س... ايوه هو ده. وفين البضاعه؟ ايه ايه بضاعه ايه؟ البنطلون اللي انت لابسه ده شمس؟ البنطلون ما يغلاش عليك يا زعبلاوي. لا لا لا، خلاص خلاص والله لا انا قلعه يا عم. خلاص لا لا خلاص، يا الصيف جه وهموت يا عم. خلاص مش قدام الناس. خلاص لا هو قدام الناس والله مجنون ويعملها. خلاص خلاص قلعه. طيب ماشي يا زعبلاوي حبيبي. ها فين بقيه البضاعه؟ ولا كانت بضاعتين اللي كانت بيني وبينك؟ انا كزعبلاوي مش فاكر. يا كانوا حشيش. ايه ده، زعبلاوي تاجر حشيش والبضاعه في الشنطه؟ تكلم جد؟ بهزر. تربتين حشيش من اصل 8 تراب. والثمانيه فين الباقيين؟ شربناهم انا والرجاله واحنا جايين. ايه الشغل ده؟ يعني انت شربت البضاعه؟ انت شربت الشغل يا دواء السم بيدوق بيدوق. لازم نشمها الاول قبل ما نشربها للناس. دي ما بتتشمش يا هبل. ما دي ايه دي؟ السنه بتاع شامبو ما اعرفش في الحاجات دي. طب انت كده ايه ده؟ مين؟ تليفون. الو، ايوه يا جراده، البوليس جالكوا عند عش البلبل؟ ورحت ليه؟ انت رحت ليه؟ انت فين دلوقتي؟ هربت على المعادي؟ طب استخبى. ايوه يا بوليس، جراده في المعادي. يلا سلام. انت بتسلم اصحابك كلهم ولا ايه؟ يلا منهم لله. عايز مني حاجه تاني؟ أنا عايزك تسامحني. أنا مسامحك خلاص. أنا مسامحك. مسامحني؟ طب أنا عايز أقعد عندك في الفيلا بقى أسبوع أسبوعين سنة. عشان البوليس بره؟ البوليس مغرق الشوارع. طب اطلع التاوة فوق في أي حتة، شوف أي أوضة من اللي فوق التاوة فيها. ماشي. خد شنطتك معاك. يلا. بس أنا مسامحك يعني. أنت مسامحني بجد يا زعبلاوي؟ خلاص سامحت. لا انا حاسس ان انت مش مسامحني. يا جدع سامحتك خلاص. لا يا جدع سامحتك، قلت لك قول لي سامحتك. سامحتك 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 كتير. سامحتك كتير. سامحتك لاني سامحتك لاني بحب بضمير. بحب بضمير. بحبك بحبك. ايه ايه ومخدرات ورجاله وايه؟ سامحتك سامحتك. قولها انت. سامحتك 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 كتير. سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش ضعفي مني ولا غصب عني. سامحتك لاني بحبك بحبك بحب بضمير. وانا لسه يا كنت بحلم واحد النجوم. وكلكم وزعلك انتكم. انا عندي الدنيا تزعل ولا تزعل مني يوم. يلا لا 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 لا. والله بحبك. والله مجنون. يعني انا سامحت. سامحتك سامحتك. ما سامحتك دي اللي كان هنا. دلوقتي هنا بقى. انا اروح اقعد عندك في الفيلا. اقعد وما تخرجش لما ناديلك. انت اسمك ايه؟ انا مش مهم بقى اسمي. لا ده مهم. اسمك ايه؟ خفاش. خلاص اطلع الشعلة في سقف الاوضه. يلا على مناديلك. بحبك 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 كتير ومش ضعفي مني
بحبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة يا كلون يا كلون، قولوا للي أكل الحرم يخاف بكرة اللي كانوا يفسدوا. يا بس إن أنا في عرب أيضا. الحمد لله الحمد لله، ده أنا قلبي كان هيقع في رجليا. أنا قلت بوليس ولا حاجة، بس شفت يا معلم الفلوس وقلبته في أوعى إيدك. فلوس دي حقي. حقك وهي دي كانت هتجيلك لولاش احنا جبناك معانا. يا سلام، ولولاش انا دخلت جوه ولبست الجلابيه بتاعت الزعبلاوي وما كانش افتكرني الزعبلاوي واداني الفلوس. يعني ايه؟ يعني الفلوس دي بتاعت اللي هقرب لها هو حر. لا يبقى تشاهد على روحك. ايه هتعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنوريك. ورينا. ده كده البوليس رسمي بقى. ربنا يستر علينا. يلا اجري اجري اجري، ولا ما نجريش؟ ما نجريش. احنا نقف عادي. كاننا شغالين هنا. او كاننا حراميه عادي يعني، صح؟ بس ما نقولش على المخدرات. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ربنا يستر. مساء الخير. دكتور حامد جوهر، يا اهلا وسهلا. فين حضرتك من زمان؟ انا مش حامد جوهر. وعدت بيه. انا حشمت اللي من طرف طنط سوسكا. طنط سوسكا مين يعني؟ طنط سوسكا قريبة احمد فوزي اللي بنت خالة عم احمد حفني اللي من طرف عصام الحضري. ايوه حضرتك، يعني تحت امرك خير. انا كنت اتكلمت مكالمة هاتفية بخصوص الاثار دي، وكان حد رد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ده نفس الصوت اللي رد عليا، انت المعلم الزعبلاوي. انا الزعبلاوي؟ انت المعلم الزعبلاوي. انا اتثبت على ان انا الزعبلاوي النهارده. حلو جدا. وحضرتك خير يعني؟ ايه؟ ايه يا عم؟ مدينا ظهرك ليه يا عم؟ ايه يا عم ما تعبرنا وترد علينا؟ ايه الحلاوه والقمر والعسل ده؟ ايه ده؟ يا عم انت مش واقف وسط رجاله ولا ايه؟ انا اسف عمي، انا جيت لك النهارده وطالب ايد التمثال ده. طالب ايد التمثال؟ ايوه. وتمثال ايه ده؟ تمثال ايه؟ ما انا ما اعرفش. تمثال ايه ده؟ التمثال الاثري ده. يعني ده تمثال اصلي؟ واثري. اصلي واثري. اصلي واثري. ما هو يعني عايز تدفع فيه كام يعني؟ التمثال ده انا عارف ان الدفع فيه 150 الف جنيه. ايه؟ 150 الف جنيه؟ ده ب 150 الف جنيه ليه يعني؟ ايه؟ ما العثره بقرص في خان الخليلي. ما كنتش اعرف. كنت تعرف. استنى استنى، يعني انت هتدفع 150 الف؟ اه. لا عدم المؤاخذه، انا لسه في زبون كان هنا دلوقتي ودفع لي 250 الف جنيه. عد دول كده؟ 250 الف جنيه، ما انت لسه قايل. يعني انت ما يبقى عديت يعني كده؟ انا سريع في الحاجات دي. طيب دول 250 الف جنيه، تدفع 300 الف جنيه التمثال بتاعك، تدفع اقل مليمه التمثال رايح للزبون اللي دفع الفلوس. انا مستعد ادفع في التمثال ده حياتي. دول 300 الف جنيه، عدهم دلوقتي. 300 الف جنيه؟ ماشي، سيبه سيبه اهو. ايه؟ عد كويس. عد، بقولك انت بتخم. لا على الشنطة. أنا خمك؟ يبقى خالك. ها؟ ها كم كده؟ كده 350 ألف. إيه ده؟ الواد ده ماله؟ في إيه؟ مالك أنت ومالك؟ حاسه ني كده. 300 ألف جنيه تمن التمثال، والتمثال حلال عليك. تمام. عندك أي مشاكل؟ عندي مشكلة واحدة دلوقتي. خير؟ صعب أوي أخرج بالتمثال. عشان البوليس مرشق بره. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ ده انت الزعبلاوي فعلا. امال ايه؟ انا اللي بوزع الناس دي كلها.
طب ايه الحل يا معلم؟ الحل تطلع فوق عندك 500 اوضه، اختار اي اوضه اقعد فيها ما تنزلش منها لما ناديلك. انت اسمك ايه؟ انا اسمي حشمت فوزي. حشمت، اقول لك يا حشمت تنزل، ما قلتش يا حشمت ما تنزلش. ماشي يا معلم زعبلاوي. الاوضه دي كده فري؟ فري. فول بورد. فول بورد، ربنا يخليك يا معلم. فطار غدا عشاء، متشكرين جدا ومش عارفين نودي جمالك فين. والبسين هتلاقيه في البانيو. ربنا يخليك يا معلم زعبلاوي. بس الفلوس بتاعتنا. اوعى انت وهو، ده احنا بقى اهم حاجة دلوقتي الشارع اللي بره ده ننوره، واليافطة بتاعت فيلا الزعبلاوي دي ننورها، ده احنا نلم فلوس، ده احنا نسدد ديون مصر كمان. ما بارك الله في مرزق وحلو، على كده ناخد دول ونمسي. لا نمسي فين؟ نمسي فين؟ اساسا الفلوس دي بتاعتي، لا يمد ايده عليها هيتعور. انا بقول اهو برضو الفلوس بتاعتك اتشاهد على روحك. ايه ده؟ ضرب نار، يبقى اكيد البوليس وصل. يبقى نهرب. استخبوا، اجري بسرعه، اجري من هنا. ايه يا جدع؟ قول لي عايز تنشم فين وانا هظبط لك. عايز فين؟ مين فيكم الزعبلاوي؟ اللي في وشك ابو طاقيه ده اهو. لا زعبلاوي انت. انت الزعبلاوي. رد يا دنجل. ايه انت قلت اسمي دنجل؟ دنجل هو زعبلاوي. مين فيكم زعبلاوي القرد؟ هو زعبلاوي، انا القرد. مين فيكم زعبلاوي الزفت؟ هو زعبلاوي ده الزفت. انا عايز زعبلاوي. مين فيكم اسمه زعبلاوي؟ يا عم اختار لك اي زعبلاوي او اقتلنا احنا الثلاثه واحنا نتصرف بعدين. يعني انا ولا لسه اختار؟ انا مش شايف حاجه قدامي. طب انت عايز ايه؟ عايز ايه يا حضرتك؟ ولا واحد فيكم ينفع يكون الزعبلاوي، انتوا الاثنين هفه وتتضربوا بسهوله. ايوه صح حضرتك، اتكل انت على الله، فعلا الزعبلاوي مش هنا اساسا. انت ممكن تكون الزعبلاوي. لا يا عم ما الزعبلاوي والله، يعني ده هو اللبس بتاعه بس. انا مراتي تخونها معايا. يعني انا خنتك؟ انا خنت مراتك معاك؟ انا قصدي شفت كتير ولا ايه؟ بص يعني انا خنت مراتك؟ صح خنت مراتك انا. انت خنت مراتي؟ انت خنتني مع مراتي؟ معاك. انت اللي خنتني مع مراتي؟ مع مين؟ انت ولا مش انت؟ مش انت يا عم. لا انت يا عم. انا يا عم ايه؟ انا ما اعرفكش يا عم، ولا انا الزعبلاوي ولا اعرفك يا عم. انت شوف مراتك ايه اللي حصل. انا مال انا؟ مراتي قالت لي اللي هي مصاحبه الزعبلاوي. طيب ادور على الزعبلاوي؟ انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. انا ايه اللي حصل بس؟ اهدى كده اهدى، احكي لي ايه اللي حصل. مراتي حبيبتي قالت لي ان انت خدتني معاها. هي اللي قالت لك كده؟ هي قالت لي كده. طب وانت قتلتها؟ لا ما قتلتهاش. ما قتلتهاش ليه؟ بحبها. طب ما تحبني انا كمان يا عم. لا يا عم انا بكرهك مش بحبك. طب ايه اللي حصل؟ برضه يعني هو لسه في حد بيحب مراته؟ يا جدعان يا جت عليا، ما كل الرجاله بتحب مراتي، في ايه؟ هي بصراحة تتحب، دي عليها جزء. لا انت هتقول على الجزء. ولا عليها شوية؟ لا الشوية ما يتقالوش. ده انت ما شفتش الحسنة بقى. بس ايه؟ يا جدعان مراتي، والله يا جدعان انا امبارح قاعد في امان الله على القهوة، فجأة لقيت لك واحد جاي بيقول لي الحق يا عم مراتك بتخونك مع سيد الميكانيكي، وهو لا ميكانيكي ولا بيفهم في الميكانيكا أصلا. وبس وسبت له بقى ايه العربيه بتاعتي يومين مع المدام، وبرده رجعها لي بايظه العربيه. اه يا عم العربيه انت فيه. يعني انت مشكلتك مع الميكانيكي؟ احنا مالنا حضرتك؟ يعني جايين احنا ليه يا عم؟ روح يا عم كسره وخد العربيه، واحنا مالنا احنا يا عم؟ يا عم انت كنت انت الزعبلاوي صح؟ انا الزعبلاوي. ماشي يا عم، خد يا عم الشراب بتاعي نسيته امبارح. ده نسيته فين ده؟ نسيته تحت السرير يا عم امبارح. وانت يا عم خد يا عم، خد الجوانت يا عم، انت نسيته في الدولاب امبارح يا عم. انت هو انا كنت جاي اقف جون؟
جوانتي ايه؟ ماشي ماشي. انا جوانتي اهو. وانت يا ده انا بشبه عليك، انا شفتك فين قبل كده؟ ما بروحش في اي حته. اضحك كده. خد يا عم السنه المكسوره بتاعتك اهي. تجيبها يا عم. يا جدعان بعد كده يا جدعان لما تيجوا تلموا حاجاتكم ما تقرفوناش معاكم. يعني هو ده اللي مضايقك ان احنا يعني مكركبين البيت عندكم يعني؟ ممكن بعد اذنك اقتلك؟ لا معلش مش فاضي النهارده والله. تعالى بكره الساعه 2 الظهر، ده ميعاد قتله حلوه قوي. يلا لا يا عم انا لازم اقتلك دلوقتي. لا حول ولا قوه. انت عايز تقتل الزعبلاوي؟ طب بص انت اصلك مش فاهم يعني، مش فاهم اللي حصل. انا ممكن اشرح لك بالراحه. بس بالراحه. مش انت الزعبلاوي ولا يا جدعان؟ انتوا سكرانين وشكلكم كده، انا لازم اقتلكم انتوا الثلاثه بقى. يا عم احنا ما بنسكرش، انت اللي بتسكر، احنا اللي بنخونك. اديك اعترفتها يا ابني، انت بتثبتها علينا. بص بص انت اساسا الدخله كانت غلط، يعني اول ما دخلت علينا دخلت غلط. في حاجه غلط. ايوه اخرج وخبط تاني وبعدين نقول لك ادخل، فتقوم داخل هنعمل الدخله صح. يلا يلا يا عم الاجابه. يلا عيد من الاول. يلا يلا لحظه بنت لحظه ونمت. يبقى شكلك هتتشاهد على روحك. كاننا عملناها. ها ها ده في ضرب يا جدعان ولا اعمل ايه؟ اجروا اجروا اجروا. استنى هنجري من هنا. تعالى كده تعالى كده. اوعى اوعى الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. مين يطفيكم الزعبلاوي؟ تعالى حضرتك تعالى. انت عايز الزعبلاوي؟ لا الفيلا غلط. يعني انا كده عنوان غلط؟ طب مش تقول يا جدعان انا اسف جدا. لا ما اعرف، انا اسف والله. الفيلا اللي جنبنا بتاع الزعبلاوي اللي كان بيخونك مع مراتك، انت عرفت منين يا عم انت؟ ما هو قال لنا يا ابني ده مسيح لك. اقتله. الفيلا اللي جنبنا اي حد يفتح لك هو الزعبلاوي، راجل ست هو الزعبلاوي. خش اقتله على طول. ما تقولوش حاجه وما تقعدش ترغي ولوكلوك وشربات ومناديل. ها يلا بس امان عليكم يا جدعان، لو حد فيكم جم بيت عندنا، لو حد فيكم جم بيت عندنا ما يسيبش حاجة. والنبي أنا نفضت حاجات كتير خلاص. يلا عايزين حاجة مني؟ لا والشكرين. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. تياترو مصر. هو السكران كده محتاج بس حد يرشده وخلاص. يا جماعه الليله دي كلها قلق، احنا نلم الحاجه ونتكل على الله. ماشي يلا. ايه تاني؟ ايه تاني؟ هتلاقيه بقى. واضح ان قتل الزعبلاوي اللي هو مش الزعبلاوي اللي في البيت اللي جنبينا. يلا يا جماعه. دي سرنت البوليس. سرنت البوليس بس بيستهبلوا. يلا. طب يا ترى بقى مين اللي جاي المره دي؟ يا رب بقى يكون البوليس بجد ويقبض علينا ونخلص كلنا بالليله القاضيه علينا. صباح الخير. صباح الخير. اشحني بخمسة جنيه. ايه هو ليله؟ ما انا عارف هي ليله. ايوه حضرتك خير. أنا زازا. توا واوا زازا إزاي يعني؟ إيه ده؟ في حد معقول في مصر وكلها والعالم العربي ما يعرفش زازا؟ أنا زازا بتاع عوفتني؟ عوفتك ايه؟ انا اول مره اعرف اللي معايا اساسا. بس انا بحب اقوم تابعه على اليوتيوب. بتابعه؟ ماشي. ايوه يعني حضرتك عايز ايه؟ انا محفوظ الشهير بزازا، مدير شركه الرعايه الامنه والتوظيف. الامنه جدا، الامنه خالص. اسم الشركه مقلق.
هو الصراحة القلق مش من اسم الشركة، هو شكله يقلق. مين فيكم بقى الزعبولاوي بيه؟ زعبولاوي؟ اوه الزعبول، عايز ايه ده؟ انت عايز ايه؟ بس خلاص محدش يقول، انا هعرفه على طول. يلا انت قول ايه؟ قول لا انا اسف والله. ليه يعني؟ اصلا انا للاسف راجل. يعني جيت في واحد راجل للاسف. سؤال، انت راجل؟ اه. شفت ده انت قلت اهو. ده انا هتجرس في المنطقه. قول بجد. اه. صحه وعافيه. لا مش انت، مش انت، انت ممكن تقول الله يسهلك. هتقول ولا هقرصك في كوارعك؟ يا عم برضو مش انت. طب يمكن انت وبعيد، خليك بعيد. مش ممكن، هو ده الزعبولاوي بيه. انا فاكر صوته نفس الصوت اللي قال لي في التليفون. انا الصوت اللي اسمعه مره واحده ما انساهوش ابدا، ودي بقى ميزه في زازا. اشحن لي بخمسه جنيه. بعيدا عن الاداء المبالغ بتاعك، يعني انت عايز مين؟ انا عايز الزعبولاوي بيه. حضرتك طلبت مني عدد 2 بنات فابويكا. انا طلبت بنات؟ طلبت ايوه طلبت بنات، وقلت له زود ال يزود ايه؟ يعني طلبت 2 بنات، هيزود ايه؟ هيزود السلطات يعني ولا هيزود ايه؟ سلطات بقى واتنين تاتولة واتنين. نظبط الكلام. يعني يوم ما تغلب تدخل الروايات في بعض، ماشي. انت هنفكر. مش انا يلا. مش انت ازاي؟ لا انت الزعبولاوي بيه. ماشي انا الزعبولاوي. عايز حاجه حضرتك؟ اودي فين البنات اللي معايا؟ خليهم عندك 3-4 ايام على ما اكلمك تاني واقول لك تقوم جايبهم لي. لا مش ممكن، مش ممكن بجد. ابيتهم فين؟ انا مش عندي مكان. بعدين بص، حضرتك طلبت اوردر تمام ودفعت الحساب وانا جبت المطلوب. ارجوك ما تحملش اكتر من كده فوق طاقتي. زازا هيتوتروا. بقول لكم ايه، احنا نقتله عشان نحافظ على الرجاله برضو. ها سرعه الرجاله هتبوظ. لا دم وقتل، لا تفوا عليا وانا موت غرقان. هو الصراحه مش احنا اللي هنعمل كده، كل دول اللي هيعملوا كده حالا. يلا اتكل على الله يا عم الحاج. سعبلاوي سعبلاوي، عندي اقتراح بس. ما نخليه يجيب البنات دولت غلابه، نبيتهم عندنا النهارده ويمسوا بكره. يا عم مش عايزين قلق. اقول لك على حاجه والنبي، معلش انت شايف الدنيا ناشفه ازاي؟ وهو هيجيب البنات لينا وانت شايف زازا. طيب البنات هيبقوا عاملين ازاي؟ ماشي ماشي، بس انا اللي هختار الاول. ها لا انا اللي هختار الاول. لا انا اللي هختار الاول. انت كل حاجه تقفش فيها. خلاص هقول له يمشيهم. لا 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 خلاص اختار. اختار يا عم اصبر. ماشي روح يا زازا هاتهم. يلا اوكي هروح اجيبهم على طول واطلع من بره بره. اوكي حد عايز مني حاجه؟ لا شكرا. باي. اشحن لي ب10 جنيه. باي. خد 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 خد. تعال 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 تعال. هو الباب منين؟ الباب منين؟ طب اقول الجمله دي تاني؟ لا لا هي هي. كنت حلو كنت كويس. سمو يا نهار اسوح. بنات ايه يا جماعه؟ ده احنا عايزين ناخد الحاجه ونجري. تقولوا لي بنات وهباب؟ والنبي يا مرزوق ابوس ايدك عشان خاطري. انا اللي لما البنات تيجي انا اللي هختار الاول. سيبك من الاختيار، احنا دلوقتي المشكله لو جم البنات دول وعجبونا وقعدنا معاهم شويه البوليس هيطب هيبوظ الدنيا. مش مهم بس يطب علينا برضه، واحنا مش بنسرق واحنا معانا بنات. يعني صباح الخير. مين اللي كان عايز يختار الاول؟ اتفضل. اتفضل اختار الاول. اتفضل اتفضل. ازاي ده انت المعلم زعبلاوي؟ يا عم لا معلم ولا بتاع عقلك. خلاص يلا حد يختار. حد خدوهم هم الاثنين. خدوهم هم الاثنين. هم اثنين واحنا ثلاثه، انتوا الاثنين خدوا الاثنين. يلا يلا. طب روحوا انتوا انا قاعد هنا. ايوه حضرتك. انتوا مين؟ احنا البنات اللي بعتنا زازا. انا رضا وهي مرتضى. طب روحوا وابعتوا زازا. يلا
يلا يا جماعه، ايه دول؟ ايه دول؟ انتوا مين؟ احنا فاهمين غلط، فاهمين غلط. في ايه؟ احنا الشغالات اللي انت طلبتهم. شغالات؟ اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ان شاء الله عمرك. ده احنا ظلمنا، ظلمنا زازا، كنا افتكرناه طلع مش. الحمد لله، الحمد لله. طيب انتوا شغالات يعني؟ ايوه. المطبخ عندكم، روحوا، احنا مش عايزين اي حاجه. مش عايزين اي حاجه؟ هو انت الزعبلاوي؟ ومين الحلوة اللي واقف هناك ده؟ ده اسمه كلون. ده حلوة؟ ده شكله قرف الكلب. فعلا، ده قرفان منه بقاله فترة. فعلا، كلب على طول قرفان منه. فرحان انك كلب، فرحان انت. انا قصدي على المسمران ابو ضحكة جنان ده. بس بتكسف. ده عاجبك حضرتك؟ ده قمر. قمر بالستر. ماشي ماشي ماشي. عموما المطبخ عندكم، انتوا مش محتاجين اي حاجه. قهوه، شاي، حلبه كركديه، حليب بسطرمه. حليب بسطرمه؟ ده ايه القرف ده؟ ماشي ماشي، روحوا، بس احنا مش عايزين حاجه. لما نعوز حاجه هناديلكم. ماشي. يلا يا بت رضا. يلا يا مرتضى. سلام. سلام يا بكيزة. سلام يا زغلول. انا حاسس ان انا هرجع القرف ده. انا حاسس ان هيحصل مصيبه، عشان كده لازم نلم الحاجه ونجري حالا. يلا يلا بينا، الفلوس دي تبعك. انا شايف ان انت بقى تسيبنا احنا نلم، وانت تطلع بقى ايه تغير كده في الروقان. الجلابيه دي للشبهاني. يلا روح البس اي حاجه، بس لموا الفلوس دي بتاعتي. يعني بلاش شغل الحراميه. انا عارف ان انتوا حراميه، بس بلاش شغل الحراميه. ماشي. لا، في عيننا احنا ناس نعرف ربنا. بس ميسي بقى هو يا معلم. نعمل ايه بقى لو جه اي حد بقى؟ نتعامل احنا معاه. ايه ده؟ ازاي يا عم؟ ازاي يا عم؟ سهله يعني. هو الزعبلاوي، اعمل انت الزعبلاوي. انا اعمل الزعبلاوي؟ ده سهل قوي، اعمله بسهوله. لا، ده شرف انا ما اقدرش عليه. يا عم انا بقول لك اعمل زعيم سياسي، اعمل الزعبلاوي. يا ابني ده عايز نجم برضه، انا ما انفعش. بص لف كده، هو الزعبلاوي، انت اعمله اعمله. ماشي. يلا وريني الزعبلاوي. هو كان بيعمل ايه؟ ايوه بس خد. انا يا ابني نجم برضه. لا، انت مع التكرار هتتعود عليه. اعمله ماشي بس. خلاص. يلا انا هعمل الزعبلاوي، وانت اعمل واحد جاي بقى ياخد فلوس من الزعبلاوي. اكنك ما تعرفنيش خالص. اكني ما اعرفكش ولا عمري شفت. يلا بينا. ولا حمدي. ايه؟ ايوه تعرفنيش خالص. ايوه. يلا. ولا دنجل. ايوه يا معلم انور، ما نعرفش بعض خالص. كمل الزعبلاوي. كمل. فين يا ولا الفلوس اللي عليك يا؟ اما الفلوس جبتها لك ايه؟ بس هي موجوده. تفتكر انا قتلت ابوك ليه يا؟ عشان جاب لك الفلوس وطلعت ناقصه باكو. تفتكر قتلت امك ليه يا؟ عشان جابت لك الفلوس وطلعت ناقصه باكو. تفتكر قتلت بنت عمة خالتك ليه يا؟ عشان جاب لك الفلوس وطلع برضه ناقصه باكو. تفتكر صبر عليك ليه يا؟ عشان الفلوس دي كلها ورق ابيض اصلا، مش هتفرق من باكو. لا مش هينفع يا عم، مش هينفع. يا عم انت بتعمله حلو. يا عم هو نجم يا عم، انا ما بعملوش حلو. طب اعمل انا الزعبلاوي واعمل انت الضيف. اعمل الزعبلاوي. انا بقول لك اعمل الزعبلاوي، مش واحد في مستشفى الصدر. بس بص، احنا قبل ما نموت نسرق شويه نفرح بيه. طب يلا بص، يلا نلم الخفيف والمهم، عشان خاطر احنا كده هيتقبض علينا. قصدك يعني اسرق ما خف وزنه وما ثقل دمه. يلا بينا. طب تمام. اسرع منين؟ انت خش من هنا. وانا هخش من هنا. ماشي، يعني انا اخش من هنا وانت من هنا. اتكل على الله. يلا بينا. يلا نسرع. يا لهوي يا لهوي، ده السرقه دي في الفيلا دي كبيره قوي. يا روما. ده ايه الجمال والحلاوه دي يا ابني ده؟ يا لهوي على الملك والملكوت. يا عم انا مش لاقي اي حاجه تتسرق. انا ما فيش. انت دخلتني الجراس ولا ايه؟ ازاي يا ابني في ايه؟ ما انت سارق اهو. انا مش الناس دي بتعبد اصنام. طب بص، دخلنا انا حته جديده اسرقها. لا بص بقى يا معلم، انا هدخلك مكان جديد ما فيهوش حاجه. خش انت من هنا وانا اخش من هنا. برضه حلو ده. يلا بينا نسرق بسرعه. يا ايه ده؟ ما فيش اي حاجه هنا تتسرق. انت بتدخلني اماكن ايه يا عم؟ انت سرقت كل اللي كان هنا ومدخلني. ده ايه الملك ده؟ يا لهوي، انت بتجيب الحاجات دي منين؟ مش عارف بيحنطوا دول ولا بيعملوا ايه. طب بص بقى، نزلت انا خدت انا اسرق من هنا وانت غور في 60 داهيه. ماشي خلاص. يلا يا عم، ده انت الظاهر. ربنا يسترها، انا هخش من هنا، ده المضمون. يا
ايه الجمال ده يا عم ده؟ ايه ده يا عم؟ تعالى ده في حاجات غريبة قوي. تعالى انت يا لهوي. ده في تلاجة جوه فيها تفاح. الناس الاغنية دي مش التفاح ده بيتحط في الشارع. ده ازاي يحطوه في التلاجة؟ ده ناس مجانين ولا ايه؟ ما تتفرجش على افلام اجنبي يا عم. يا عم بتفرج والله بس غريبة التفاح لونه اخضر فيه تفاح. Good afternoon. انت فتحت التلفزيون؟ Good afternoon. سمير الاسكندراني. Good afternoon. حضرتك ايطالي؟ ايه ده ايطالي؟ طب انت المثقف بقى اللي فينا، ترجم لي يا عم الحلم. اوكي اوكي اوكي. قول. Good afternoon. Good afternoon. بس وخلصنا. Good afternoon. Good afternoon. اهدى اهدى، ما بفهمش ايطالي، اساله بالايطالي اسمه ايه؟ اوكي اوكي. حبيبي انت اسمك واخد ايه؟ انا اسمي مش واخد حاجه، انا اسمي كارلوس. قال لك ايه؟ اسمه كارلوس. طب اساله بالايطالي هو جاي عايز ايه؟ اوكي اوكي مستر كارلوس. وي انت جاي حبيبي عاوز ايه؟ بليز انا عاوز مستر زلعباوي. اوبا اوبا. ايه خد انت فهمت؟ ايه ده صح. المفروض انها اللي بترك. بقى ابتديت افهم ايطالي خفيف يعني. قال له هو قال لك ايه؟ اصل انا ما فهمتش. انا كنت بقول اوبا كده بصطادنا موته. قول لي. انت حبيبي قلت ايه؟ ايه؟ قلت ايه انت؟ انا ما قلتش، انا قلت عاوز مستر زعبلاوي. قال لك ايه؟ عايز مستر زعبلاوي. اوبا. مظبوطه دي. دي حلوه. احنا وصلنا العالميه بقى يسالوا علينا اجانب. اسالوا بقى، اسالوا برضو زياده احتياط. شاف الزعبلاوي ده قبل كده؟ اوكي اوكي. مستر كارلوس. وي انت شفت واخد زعبلاوي قبل كده حبيبي؟ لا انا عمري ما شفت زعبلاوي. قال لك ايه؟ عمره ما شاف زعبلاوي. حلو قوي. ثمنه بقى جاي، قول له ثمنه جاي وخلاص وكله تمام. اوكي اوكي. مستر كارلوس. وي واخد زعبلاوي زمانته جاي في السكه دلوقتي، تلاقيه متاخر مواصلات زخمه. زعلباوي جاي؟ اوكي جاي. انا استنى زعلباوي. حبيبي انت منور. يا سلام. يلا يا جماعه يلا، انا غيرت اللم. ما لميتوش الحاجه ليه؟ ما حطيتوهاش في الشنط ليه؟ مين ده؟ This is Mr. زعبلاوي. اوه مستر زعلباوي، نايس تو ميت يو. مانويل جوزيه. اهلا وسهلا حضرتك. من ساعه ما سبت الاهل الدنيا باظت والله يا حضرتك. مستر زعلباوي ما فيش وقت نضيعه معاك، انا عاوز كل المعلومات. معلومات ايه؟ المعلومات المهمه. معلومات ايه؟ ما انا مش فاهم حضرتك. خالتي بتسلم عليك. وانا عمتي بتعلم عليك. هي شغلانه يعني؟ ايه عمتي بتعلم عليك دي؟ وايه خالتك دي؟ خالتي ديفيد المساد. المساد؟ يا نهار اسوح. يعني مخدرات واثار وبنات مش عارف اسمه ايه؟ ها؟ وكل الحاجات وكمان الجاسوس. يا جماعه نجري، يا جماعه يا جماعه نجري. زعلباوي. نعم. هتفضهنا. انا اللي هفضهك. إيه انت شكلك اساسا يفضه يعني. زعلباوي فين اللبوس؟ في الاجزخانه. يلا. ده سيم ده؟ سيم. اقول له ايه؟ اقول له اللبوس ايه حضرتك؟ فين اللبوس يا زعلباوي؟ اللبوس. اللي هو ايه حضرتك؟ اللي هو الفلاشه اللي عليها المعلومات. فلاشه؟ ايوه. الفلاشه يعني انت عايز ايه؟ الفلاشه؟ عايز الفلاشه اللي بعتتها خالتي. الفلاشه في الجلاشه. فين الفلاشه يا زعلباوي؟ الفلاشه فين يا جدعان؟ بص بص هقول لك على حاجه. اي حد بيجي بيدي فلوس ده اكيد هيدينا فلوس، اسالوا عليها. طيب خالتك ما بعتتش معاك حاجه يا خواجه؟ هلت محشي. ده بيصيع. اكيد حله المحشي دي سيم يعني جريء جريء. حله محشي. طب ما دوقنا حاجه من حله المحشي دي. بس كده من عينيا. خد سبع الكوسه ده. ده بالدولار. يالا يخرب بيتك. ايوه فعلا كل اللي بيجوا بيدفعوا. طب 100 100 100. طيب ما دوقنا بقيه الاكل بقى يا خواجه. مفيش بقيه اكل. فين الفلاشه؟ الفلاشه الفلاشه فين؟ فين الفلاشه؟ طب ادينا الحله كلها وبعد كده نديك الفلاشه. الفلاشه يا جدعان. ما لازم طلع الفلاشه على طول. ماشي ماشي ماشي. اهي الفلاشه اهي. اهي حبيبي دي الفلاشه. انت عبيط يلا. دي فلاشه؟ ده تمثال بس انا هاطط جواه الفلاشه وسلم لي على البتنجان. اوه
انتوا مصريين اذكياء جدا. الفلاشه هنا؟ ايه؟ اوكي مستر جعلباوي. يلا، فين بقى بقية الحاجات؟ طبعا، اتفضل مستر جعلباوي، بقية فلوس. ايه ده يا عم؟ دي بقية الفلوس؟ ده تجارة المخدرات والسلاح اسهل من اللي انتوا بتعملوه ده يا عم، عمال بس جاسوس وهتشبهنا على الفاضي عشان دول. لا لا جعلباوي، دي دفعة أولى، لما خالته تيجي تديك بقية فلوس. ماشي، لما خالته تيجي. جعلباوي. طيب. نعم. معلش، أنا ممكن أقعد هنا شوية؟ عشان البوليس بره مرشق. أوكي. ماشي، هتطلع فوق، هتلاقي أوض كتير جدا، اختار أوضة ما فيهاش حد، لأن في ناس عجيبة في أوض تانية، ماشي؟ أوكي. Thank you for translate. تمت الترجمة بمعامل أنيس عبيد. ياه، ايه ده؟ ده وسعت قوي، ده احنا كده اعدام جماعي. كده اعدام اعدام، يلا مجري من هنا، يلا. نلم شوية حاجات في السريع الخفيف. كل اثبت مكانه، محدش يتحرك. محدش يقاوم والنبي. محدش يقاوم والنبي؟ هو انتوا مش مرتضى وراضي باين ولا ايه؟ خير، انتوا قلبتوا ليه كده؟ انا لميا وهي ميسة. لميا وميسة؟ ايوه. طب انتوا عايزين ايه يعني؟ المسدسات اللي في ايديكوا دي بحق وحقيقي يعني؟ وجايين عايزين تقتلوني؟ ايوه. كزعبلاوي؟ بس انا مش الزعبلاوي، مش كده ولا ايه؟ انت مش عارفنا صح؟ انا مش عارفكم انتوا مين. احنا بنات شفيع. بنات شفيع؟ شفيع مين؟ شفيع يا راجل. واحنا عرفنا اللي فاتوا، لما هنعرف شفيع قول لهم طب ماشي، حطوا الفلوس اللي انتوا عايزينها واتكلوا على الله. يلا. نحط فلوس ايه؟ احنا جايين ناخد الفلوس اللي انت خدتها من بابا، شريكك اللي انت قتلته وخدت كل فلوسه. انا شريك ابوكو؟ ايوه. في ايه بقى ان شاء الله؟ تجاره الاعضاء. هي دي اللي كانت فاضله؟ هي دي تجاره اعضاء ومخدرات وجاسوسيه وده. ايه الراجل العجيب ده؟ ايه الراجل ده؟ طب بصوا، خدوا الفلوس اللي انتوا عايزينها، ادي الفلوس موجوده اهي. لو عايزين حشيش في حشيش، لو عايزين مخدرات في مخدرات، عايزين تماثيل، عايزين اثار، اللي انتوا عايزينه خدوه واتكلوا على الله، واحنا نلم ونجري. يلا. ايه ده بالسهوله دي؟ بالسهوله دي عادي جدا. يلا يلا لموا اللي انتوا عايزين. يا رب يا ساتر. هو مش اللي يوزع يوزع من فلوسه، ولا الفلوس دي مالهاش صح؟ ايه ده الاستاذ فريد شوقي؟ يا حضرتك مين؟ انا المعلم زعبلاوي. ايه ما بنت انت وهي المسدسات اللي في ايديكوا دي؟ بسهوله كده؟ امال عاملين لي رعب وداخلين بالمسدسات. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده بس؟ هو ازاي في اتنين زعبلاوي؟ لا اتنين زعبلاوي ايه؟ انا الزعبلاوي ده وانت. حلو قوي الكلام ده. واضح ان الاساتذه كانوا بيحاولوا يقلبوا الفيلا وانتوا كبست عليهم، بس ما اعرفش انت ازاي تعمل الزعبلاوي. ازاي انت تعمل الزعبلاوي؟ بس ملحوق. بس ملحوق، انت كتبت شهاده وفاتك بايدك. انا كتبت شهاده وفاتي بايدي؟ ايوه. لانك انت مش الزعبلاوي. تعالى. لانك انت مش الزعبلاوي. وانا كده ما بقتش الزعبلاوي. انا الزعبلاوي. انا كتبت شهادته. ايوه. انت ازاي بدقيق؟ يا جماعه، مين فينا الزعبلاوي؟ انا ولا هو؟ مش عارفين. مش عارفين ازاي؟ مين اللي قال لكم خد الفلوس؟ انت. يبقى مين الزعبلاوي؟ انت. بس انت اشتريت اسمي بفلوسي، وكمان عايز تاخد اسمي. انا الزعبلاوي. انا الزعبلاوي، والفيلا دي باسم الزعبلاوي، يعني باسمي، والرقم القومي هيتغير، وعداد النور هيتغير، والبتاع رخصه القياده ورخصه السواقه كله هيبقى باسم الزعبلاوي اللي هو انا. وبعدين لو انت ماسك مسدس، انا معايا رجاله كتير. انت ورثني بالحياه بقى على كده. ورثتك بالحياه، بس انا الزعبلاوي، وكل الناس اللي هنا عارفين ان انا الزعبلاوي. انا مين؟ انت الزعبلاوي. يا رجاله، يا خفاش، يا اسمك ايه؟ يا خواجه. مين دول بقى ان شاء الله؟ دول عارفين ان انا الزعبلاوي. انا مين يا رجاله؟ انت الزعبلاوي. كل يطلع المسدسات. لو سمحت، مش هسيبك لوحدك. لو سمحت، انا معايا مسدس اطلعه. ايوه ايوه، ونشنه هنا لو بتعرف تضرب. انا كده مش هقتلك لوحدك. هتقدر تقتل كل دول بكل الرجاله اللي معانا؟ ماشي، بس احنا هنتقابل. ماشي. انا الزعبلاوي، صح ولا لا؟
سلم نفسك يا زعبلاوي، المكان كله محاصر. بوليس اهرب اهرب اهرب، اطلع بسرعه اطلع، لازم تنزل. اتفضل سلم نفسك يا معلم زعبلاوي. زعبلاوي بيقول لك سلم نفسك يا زعبلاوي. سلم نفسك، يلا يلا يا معلم. مش انت الزعبلاوي؟ اتفضل انت الزعبلاوي. خد يا عم خد يا عم، انت الزعبلاوي والله، انت الزعبلاوي اهو، يلا اتكل على الله. اهو يا بوليس الزعبلاوي اهو. مين الزعبلاوي يا جدعان؟ انت الزعبلاوي يا جماعه. هو الزعبلاوي، انت الزعبلاوي. بصوا يا جماعه، حل بسيط قوي، احنا نطلع للبوليس ونطلع له المناديل البيضاء دي ونشاور له كده ونقول له ان الزعبلاوي كان واخدنا رهاين، وغير كده هيتقبض علينا. ايوه بابا عليه امسكوه. ايه ده؟ انا الزعبلاوي، انا الزعبلاوي، انا الزعبلاوي، انا الزعبلاوي، انا الزعبلاوي، انا الزعبلاوي.